هي دهي، صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير يا هدير، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الثلاثاء 5 يوليو. خلونا نبدأ النهاردة اليوم بتفاؤل، بأمل، بمباركة وتهنئة لطلبة الدبلومات الفنية تحديداً اللي ظهرت نتيجتهم امبارح. اليوم مبروك لكل اللي نجحوا واجتهدوا وربنا وفقهم وجنوا ثمار تعبهم بالنجاح، سواء بقى بنتكلم هنا على الدبلومات نظام الثلاث سنين أو الخمس سنوات أو حتى المدارس التكنولوجية التطبيقية، لأن الحقيقة النتيجة السنة دي فيها مؤشرات مهمة جداً، خاصة بالنسبة للمدارس التكنولوجية اللي فيها نسب نجاح عالية ومجاميع كبيرة، وده بيقول أو بيأكد، مش بس بيقول، إن احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لأنه معروف إن العالم كله بيتجه، خاصة الدول الصناعية الكبرى بتهتم بشكل كبير جداً بالتعليم الفني، لأنه بيعتبر قاطرة للتنمية الحقيقية، أو بمعنى أدق قاطرة صناعية. وعلشان يكون عندك صناعة قوية لازم يكون في عنصر بشري مدرب، عنصر بشري متعلم كويس ومتأهل بشكل كويس علشان تنهض بيه كل القطاعات الصناعية، وهو ده الطفرة الحقيقية اللي حصلت تهدير في هذا النوع تحديدا من المدارس. يعني صحيح احنا بنتكلم انه تطوير التعليم الفني ده ابتدى من 2018، يعني احنا بنتكلم في 4 سنين. الحقيقة انه يعني مسألة تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني من 2018 فرق كتير جدا مع كل اللي بيتعلم داخل التعليم الفني. بنبارك لكم طبعا على النتائج اللي عملتوها، ان شاء الله كمان كل سنه يظهر اثر التطوير ده في النتائج وكمان في مستوى الخريجين اللي بيتخرجوا من المدارس الفنيه. والاهم من ده كله انه الحال بدات تتغير، مساله الثقافه والنظره للتعليم الفني سواء عند الطلبه نفسهم او كمان عند الاسر والاهالي، فتلاقي انه الطلبه نفسهم عندهم رغبه انهم يدخلوا التعليم الفني. ومساله كمان انه تلاقي المتفوقين في الاعداديه هم اللي بيسالوا عن مدارس التعليم الفني وعايزين يحققوا نتيجه كويسه من خلالها ويطوروا امكانياتهم، لانه التطوير اللي حصل بالتاكيد شد الطلبه اكتر لمساله التعليم الفني، ويعني خلاهم يحسوا ان في فكره واضحه وهدف، وهو توفير تعليم حرفي ومهني بجوده عاليه جدا تتسق مع سوق العمل وما يتطلبه، وكمان بيضمن للطالب اللي بيتخرج بعد ما يتخرج فرصة عمل موجودة ومطلوبة في السوق. انت زي ما بيقولوا بالبلدي كده مسكتي مربط الفرس، فكرة تغيير ثقافة الأسرة وثقافة الطالب تحديدا، ويمكن هي دي الاستراتيجية اللي اشتغلت عليها الدولة، لأن ثقافة الطالب ثقافة الأسرة كانت قبل كده الكل بيتعامل مع التعليم الفني باعتباره مجرد شهادة، شهادة بتتعلق على الحيطة وخلاص كده، شهادة بلا مهارة، شهادة بلا خبرة، شهادة مش محتاجها سوق العمل، لأن خلونا نكون يعني عندنا نظرة فيها نوع من الإنصاف وفيها نوع من الشفافية، كان ما يدرس في هذه المدارس اللي بتعتمد المفروض على جانب كبير جدا من الجزء العملي ورفع كفاءة الطلاب علشان تواكب متطلبات السوق، ما كانش ده بيحصل، كان مجرد تعليم نظري حبر على ورق ومجرد ما بيخرج بيعلق الشهادة وخلاص، شهادة ولا بتنفع الخريج ولا بتنفع البلد حتى كمان بأي حاجة. لكن في آخر سنتين تحديدا بدأ الموضوع يختلف تماما، دلوقتي بقى في مدارس تكنولوجية، بقى الطالب أو الطلاب المتفوقين
المرموقين في الإعدادية بيسألوا على المدارس دي وإزاي يدخلوها وإزاي إن هم كمان يتفوقوا فيها علشان يكون ليهم مستقبل كويس بعد كده. ويمكن هي دي تغيير النظرة أو تغيير الثقافة اللي أنت كنت بتتكلمي عليه تحديدا. وخليني كمان يا عبد الصمد أقول لك المدارس التكنولوجية دي بتقدم إيه للطلبة؟ مسألة أو الجديد إيه في مسألة تطوير المدارس الفنية؟ هو إحنا بنتكلم على يعني قطاعين، قطاع منه شراكة مع القطاع الخاص، وده طبعا بيضمن فرص عمل، كمان بيعرف الناس اللي بيدرسوا التعليم الفني هو السوق محتاج ايه علشان يقدروا يتعلموا حاجة تتسق مع سوق العمل. ويمكن كمان احنا بنقول انه الحرف المصري مطلوب في كل حتة في العالم، فانه كمان تتاح له فرصة انه يتعلم ويكمل تعليمه بره بعد كده مع مؤسسات دولية ياخد منها شهادات دولية، ده شيء غاية في الأهمية، وده كمان بتعمله المدارس التكنولوجية الجديدة في شراكات مع مؤسسات دولية بتخلي الطلبة المتفوقين تتقدم لهم منح انهم يكملوا دراستهم بره، ودي شيء مهم جدا لانه ده في النهاية بيضمن الخريج ده انه لما يتخرج ما يقعدش ساعة في بيتهم، هيتخرج عنده حرفة هو ماهر جدا جدا فيها، وده شيء الحقيقة ان احنا يعني مشهورين بيه في العالم انه الحرفي والمهني المصري مختلف عن اي حد تاني، وعلشان كده يعني احنا مكملين في مسألة التطوير دي، والدولة كمان مكملة في افتتاح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ودي الحقيقة انها ميزة مهمة جدا لكل الطلبة وفرصة كبيرة جدا للطلبة انهم يكملوا في التعليم الفني من خلال كل هذه الشراكات مع المؤسسات المحلية لو بنتكلم على القطاع الخاص وايضا المؤسسات الدولية. نصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما ندخل في أولى فقراتنا نروح لمنة الشرعيه علشان نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور والعملات وأيضا أسعار الذهب. صباح الخير يا منة. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا هدير. النهاردة الجو هيبقى حر شوية لكن في كثافات مرورية قليلة جدا، فده يعوض يعني لكل الناس اللي بقالنا يومين في الحر. خلينا نقول تفاصيل لطيفة كده. صباح الفل يا منة، اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية السريعة. هنبتدي على طول مع شوارع القاهرة والمحافظات لأن الناس ابتدت تنزل. هنبتدي جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس. هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة المتحركة اللي هيكمل معانا على كوبري أكتوبر في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر، هنلاقي كثافات مرورية بسيطة. لو بصينا عند طريق صلاح سالم هنلاقي بعض الكثافات البسيطة، ولو كملنا لغاية الآخر هنلاقي أن الكثافات دي بتقل وبنلاقي سيولة مرورية ملحوظة ممكن توصل لغاية نفق الطيران. أول ما بنوصل لنفق بنلاقي تاني الكثافات رجعت عند تقاطع صلاح سالم وكوبري الملغاني. لو بصينا عند مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم مغلق لغاية منتصف شهر أغسطس، وده بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا. لو بصينا بقى على طريق الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات المرورية عند المظلات، وبيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل بتستمر بشكل متقطع لغاية ما بنوصل لميدان التحرير اللي هيكمل ناحية الكورنيش ناحية المعادي وحلوان، هنلاقي سيولة مرورية ومفيش أي مشكلة. خلينا بقى نروح للجيزة ونعرف ايه اللي بيحصل هناك. احنا زي ما احنا شايفين وزي ما احنا عارفين ان في غلق كلي لطريق البراجيل قدام حركة المرور بسبب اعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد. محور 26 يوليو بقى نفسه اللي جاي من اكتوبر هنلاقي كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولغاية ميدان لبنان بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية زي ما احنا عارفين. اما بقى المحور المتجه لاكتوبر هنلاقي بعض الكثافات البسيطة لكنها يعني ناتجة عن اعمال التوسعات اللي بتتم في المحور وكمان اعمال انشاء القطار الكهربائي الخفيف، وفي كثافات مرورية بسيطة جدا مش هنحس بيها قوي عند كوبري 15 مايو في الاتجاهين، لكن طبعا هنلاقي الكثافات بتبتدي تظهر تاني عند محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، لكن الكثافات دي نقدر نقول انها كثافات متحركة. وبرضو لو بصينا على كوبري عباس ولو بصينا على طريق الجامعة والجيزة المعدني كل دول فيهم كثافات في محيط الميدان النهضة كمان وصولا لإشارة بين السرايات.
تعالوا مع بعض نشوف محور عرابي. احنا شايفين هنا كثافات متوسطة للمتجه للأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. نشوف بقى مع بعض شارع الهرم، هنلاقي مع بعض ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية، وهنلاقي كثافات بمنطقة مشعل واحنا متعودين على الكثافات الموجودة في هذه المنطقة، وهنلاقي كمان كثافات بسيطة لغاية شارع العشرين والطلبية، وكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق. كمان هنلاقي كثافات عند شارع السودان عند جامعة القاهرة بطبيعة الحال وميدان النهضة وصولا لمناطق بولا وإمبابة. خلينا بقى نروح لمحافظة القليوبية، واللي جاي من السلام وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل وبننصح انه ياخد طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرورية لغاية ما بيتقاطع مع الدائري الإقليمي، واللي جاي من شبرا بنها متجه لمنطقة شرق القاهرة بيكمل أفضل في محور العصار زي ما احنا شايفين. لو بصينا بقى على الطريق الزراعي القديم هنلاقي فيه كثافات مرورية قبل الطريق الدائري، هتزيد تحت الطريق الدائري بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف. هنلاقي برضو بعض الكثافات البسيطة عند ميدان المؤسسة احنا متعودين عليها وعارفين إنها موجودة. نكمل جولتنا ونروح الإسكندرية، هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لغاية شارع عمر لطفي ولغاية تقاطع شارع النبي دانيال، اللي احنا شايفين انه بيشهد كثافة مرورية متقطعة ونسبية بتوصل لغاية طريق الحرية. لو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لغاية محرم بيه والشارع عبد القادر الغرياني. أما طريق الكورنيش احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية المتقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، لأن احنا طبعا عارفين ان المصيفين لسه مصحيوش بدري فمش هنلاقي فيه ازدحام مروري في هذه المنطقة. ولو بصينا كده إجمالا هنلاقي ان مفيش كثافات مرورية كبيرة على الكورنيش كله. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه و80 قرش للشراء، 18 جنيه 88 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 66 قرش للشراء، 19 جنيه 75 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 85 قرش للشراء، 22 جنيه 96 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 66 قرش ل 57 قرش للشراء، 19 جنيه 66 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه و80 قرش للشراء، 2 جنيه 82 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه وقرش واحد للشراء، 5 جنيه و3 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 61 جنيه 23 قرش للشراء، 61 جنيه 64 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و12 قرش للشراء، 5 جنيه و14 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب خلينا نعرف مع بعض الجرام بيسجل كام في مختلف العيارات. الذهب بعيار 18 بيسجل 842 جنيه للجرام، الذهب عيار 21 بيسجل 982 جنيه للجرام، الذهب عيار 24 بيسجل 1122 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 7856 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا مع بعض نستعرض جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة، اللي هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهنلاقي ارتفاع في نسب الرطوبة في النهار، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم نقدر نقول إنها تتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 43 درجة، والأقل في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة، وده خلال العام المالي 2021-2022.
النتائج الأولية للموازنة، وأيضا وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي وترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز في الفترة اللي جاية على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%. كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال من محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، واكد السيد الرئيس ان مصر لم ولن تدخر جهد في دعم الشقيقه ليبيا بهدف اجراء المصالحه الوطنيه ولم الشمل، مع البعد عن اي تجاذبات سياسيه واستعداد مصر لتقديم كافه اوجه الدعم اللازم في هذا الصدد. القوات المسلحة استقبلت امبارح اللاعبة بسنت حميدة ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن، وده عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بالجزائر وتحقيقها إنجاز تاريخي في رياضة ألعاب القوة بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو في زمن 11.1 ثانية، بالإضافة لكمان ذهبية سباق 200 متر عدو في زمن 22.47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق هذا الإنجاز. الحقيقة إن إحنا ما كانش عندنا كمصريين تفوق قبل كده في ميداليات العدو على وجه التحديد، خصوصا المسافات القصيره زي اللي حققتها بسنت. الارقام دي ما كانتش موجوده عندنا، والمهم كمان انها كسرت الارقام القياسيه اللي كانت موجوده قبل كده. طبعا تابعنا كل ده على السوشيال ميديا والاحتفال الكبير ببسنت بس الواحد بيبقى مبسوط، يعني زي ما بتقول الاحتفال الكبير ببسنت الواحد بيبقى مبسوط لما يلاقي السوشيال ميديا بقى فيها حاجه ايجابيه، والسبب في الحاله الايجابيه دي المصريين، وتحديدا وخلينا نكون منصف كمان لما تبقى ست سيده مصريه هي اللي تعمل الانجاز ده. احنا دايما الانجاز سبب ده في الحاجات الايجابيه. انا عارف انت يعني هتكوني يعني مش منحازه يعني، بس خليني اقول لك بقى ان الست دي كان وراها راجل عظيم.
صحيح. مش كلام ولا شعارات، ده كلام بسنت، لان بسنت امبارح برضو عملت تويتة على تويتر قالت فيها او كانت بتشكر فيها زوجها تحديدا، لان هو مدربها وهو الداعم الاول والاخير ليها، واللي دايما كان بيأزرها في كل صحيح. المواقف الصعبه وفتره اصابتها وازاي تخطت هذه الفتره الصعبه يعني تحديدا. كانت كمان داخله باصابه فعلا يا احمد قبل دوره الالعاب في البحر المتوسط، كان عندها اصابه وكانت بتتعالج بيها. بس انت كسرت يعني مقوله ثانيه كمان يا هدير، قالت لك يعني دايما بيقول لك وراء كل رجل عظيم امراه، هنا احنا شايفين وراء كل امراه رجل عظيم، وده مهم جدا ان الطرفين يكونوا بيدعموا بعض. وهي حتى كان ليها مشهد مؤثر جدا وهي خارجه من الملعب وهي بتروح له ويعني قبلت ايديه ومسكت ايديه بعد ما فازت، وهنا ضروري بقى المشاهد دي كانت مؤثره والناس كلها كانت بتتكلم عنها. هنا بقى ضروري اللي احنا بنتكلم فيه ان الزوج يبقى صاحب، يبقى اخ، يبقى اب، يبقى ام، عارفه فكره التكامل اللي موجود. صحيح. ده وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا كمان، ان مش فكره الانجاز اللي اتحقق كمان وكسر رقم قياسي، مصر عمرها ما كانت بتخوض النوع ده تحديدا من سباقات العدو، يعني كان دايما المتصدر في الموضوع ده بنتكلم شمال افريقيا، بنتكلم كينيا، ممكن نروح المغرب، تونس، لكن مصر. عشان كده الصراحه اللي بسنت عملته يعني شيء يستحق التقدير من كل المصريين، والحقيقه ان الواحد بيكون سعيد والمصريين بقوا بيشوفوا ده اكتر يعني يبتدوا بقى يحطوه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان الاخبار الايجابيه دي بتعمل جوانا نوع كبير من البهجه يعني. يعني بنبارك لبسنت طبعا وزوج بسنت. ونروح لخبر اخر، ان امبارح كان في مجموعه من الاخبار يمكن في الحقيقه المهمه، من اهم الاخبار دي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع، الاجتماع ده لمتابعه ملف الصادرات الزراعيه المصريه وجهود زيادتها خلال الفتره اللي جايه تحديدا مع الازمه الروسيه الاوكرانيه، وكمان صدور قرار من رئيس الوزراء بخصوص اجازه عيد الاضحى المبارك، واللي هتبدا من يوم السبت اللي جاي 9 يوليو وهتنتهي او تستمر حتى الخميس 14 يوليو. كل سنه طبعا وحضراتكم بالف خير يعني. وكمان امبارح قناة السويس أعلنت عن تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها بسبعة مليار دولار، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية وجهود زيادتها خلال الفترة اللي جاية، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، وده بهدف تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية وكمان زيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية. امبارح برضو التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد مدبولي بالشراكة المتميزة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. امبارح كمان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بخصوص أجازة عيد الأضحى المبارك، واللي هتبدأ من يوم السبت اللي جاي 9 يوليو وهتنتهي الخميس 14 يوليو، ودي أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام. برضه امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من تقريره ربع السنوي بعنوان الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022. التقرير ده بيتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية. التقرير أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9.4 مليار دولار، وده مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع السنة اللي فاتت بنسبة ارتفاع 9.3%، لكن بالمقارنة بالربع الأول عام 2021 هنلاقي إن القيمة ارتفعت بنسبة 22.1%. نشر امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات بتوضح استمرار الدولة في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي وكمان مشروع صكوك الإطعام، وده في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين. التقرير بيشير إلى أنه مشروع صكوك الأضاحي أطلقته وزارة الأوقاف في 2015 لتعظيم الاستفادة من الأضحية، وبيتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحي مرة واحدة في العام،
وفي حوالي 5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من المشروع لحد دلوقتي. امبارح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021-2022 سجلت أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، وقال إن قناة السويس حققت أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، ودي أعلى أرقام سجلتها القناة في تاريخها. وزارة الداخلية نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لها وأعلنت فيه عن جهودها على مستوى الجمهورية خلال شهر في مكافحة المخدرات. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تكثيف منابع المخدرات وإحباط محاولات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 6028 قضية في مجال مكافحة المخدرات، ضبط خلالها أكثر من 14.5 طن بنجو ونحو طنين من مخدر الحشيش وقرابة 180 كيلوغرام من مخدر الهيروين، إضافة إلى كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت 375 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت أكثر من 305 كيلوغرام، كما تم إبادة أكثر من 203.5 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر. كما نجحت في ضبط قرابة 53 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 35 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو وزنت أكثر من 20 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط 206,659 قرصا لعقار الكبتاجون و 220,639 قرص لعقار الترامادول و 110,937 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 680 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 262 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 29 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة تؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة. ومن جهود وزارة الداخلية نروح لجولة المحافظات، لأن معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت بالأمس في المحافظات المختلفة. أبرز الأحداث دي توفير 9000 كرتونة غذائية مدعمة لأهلنا في كفر الشيخ، بالإضافة لتدشين حملة لتنظيف نهر النيل وزراعة 500 شجرة تحديدا 500 شجرة في أسوان، بالإضافة لأخبار تانية في مطروح وبني سويف وكمان المنوفية هنتابعها من خلال الجولة التالية. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير، أبرزها توفير آلاف الكراتين الغذائية في كفر الشيخ بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة غلاء الأسعار.
وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه تم تجهيز 9000 كرتونة لطرحها على الأهالي بمراكز المحافظة ب 50 جنيه بدلاً من 101 جنيه بسعر الجملة. الكرتونة فيها 2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة وعلبة سمن 750 جرام وبرطمان صلصة. في المنوفية تم إصدار قرار بتشكيل لجنة مهمتها وضع الضوابط اللازمة بشأن عملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الوحدات المحلية المختصة ومديرية الأوقاف. اللجنة هتعمل على التأكد من عدم الذبح بكافة الشوارع والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وكمان هيتم تحصيل غرامة فورية للمخالف قيمتها 5000 جنيه حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر البيئي. في مطروح تم إجراء القرعة العلنية في مركز شباب مطروح بين 940 متقدم للحصول على 80 وحدة سكنية، وقامت طفلتين من أبناء المستحقين بسحب أسماء الفائزين بالقرعة، وكمان سحب أسماء 5 أشخاص في الاحتياطي من بين 940 مستحق. في بني سويف أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية مكونة من 6 عيادات في 6 تخصصات، وتم الكشف على 1135 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان، وكمان استصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة. في أسوان تم إطلاق حملة تنظيف لنهر النيل بمشاركة جهات مجتمعية ومدنية وشباب، وده بجانب إطلاق مبادرة التشجير بالأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات علشان تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة. المبادرة بتستهدف زراعة 500 شجرة كمرحلة أولى، والمجتمع المدني هيقدم إهداء 2000 شجرة في المرحلة الثانية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، فالنهاردة هيتم عقد الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأيضاً وزارة التعليم هتفتح باب التظلم لنتيجة الدبلومات الفنية 2022، وده هيكون لمدة 15 يوم. كمان النهاردة في ماتش مهم جداً في الدوري ما بين الأهلي وما بين الجونة. خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق أعمال وفعاليات الحوار الوطني بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء اللي بيعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار. الجلسة هتكون الساعة 1 الظهر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. النهاردة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة هينظم فعالية حلف اليمين القانونية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2018، وده هيكون بقصر الأميرة فوقية. وكان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 265 لعام 2022 بتعيين 28 مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. النهاردة هتفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلم على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للطلاب الراغبين في التقدم بتظلمات، وهيستمر باب التظلمات متاح لمدة 15 يوم ما عدا أيام الأجازات الرسمية، والطالب هيسدد رسوم تظلم 100 جنيه عن كل مادة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة التاسعة المؤجلة من عمر المسابقة، واللي بتجمع ما بين الأهلي والجونة الساعة 9 بالليل. وبكده مشاهدينا خلصت جولتنا الإخبارية، نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. احنا حاسين ان فعلا في ارتفاع في درجات الحرارة بقالنا كام يوم. خلينا نعرف رأي هيئة الأرصاد الجوية اللي بتتوقع ان الطقس النهاردة يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. الطقس كمان هيكون حار على السواحل الشمالية. بالليل الطقس هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. لتفاصيل أكتر بينضم لنا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا ملاحظين انكم زودتم في بيان درجات الحرارة، في خانة كمان اضافت لدرجة الحرارة المحسوسة فعليا، احنا شايفين انها كمان بقت بتزيد درجتين. الأول كل التحية ليكم على أنكم يعني بتواكبوا الكلام والناس بتقول إيه، بتقول إحنا حاسين بدرجة حرارة أكتر، وأنتوا فعلا ابتديتوا تستجيبوا للنقطة دي وتوضحوها للناس أكتر، بس إحنا عايزين بقى نعرف ليه
احنا حاسين بارتفاع عن الدرجات اللي احنا بنقولها. بالفعل يمكن هو مهم جدا خلال هذه الايام مع ارتفاع نسب الرطوبه الكبير، درجه الحراره المحسوسه اللي المواطن بيحسها في الشارع تبقى موجوده في النشرات، لان احنا دايما بنقول درجه الحراره المقاسه في الظل، ودي طبعا تحت معايير معينه وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه. فدرجه الحراره المقاسه في الظل كلنا ما بنشعرش بيها، لان احنا دايما موجود في نسب رطوبه عاليه، في تعرض مباشر لاشعه الشمس، فدايما المواطن بيقول لا، القيم اللي انتم بتقولوها مش دي اللي احنا بنحسها في الشارع. فهم جدا مع ارتفاع نسب الرطوبه يبقى دايما موجود في النشرات درجه الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه، بالاضافه كمان لو انا موجود في الشارع ممكن احس بقيم درجات حراره اعلى من درجه الحراره اللي موجوده او درجه الحراره المحسوسه اللي موجوده في النشره. احنا خلال هذه الايام بنتاثر طبعا بامتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي خلال فصل الصيف دايما مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه الكبير خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، بالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وفي ارتفاع في درجات الحراره، متوسط درجات الحراره بتتراوح ما بين 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى. الاجواء خلال فترات النهار اجواء شديده الحراره خلال فترات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، فيما عدا السواحل الشماليه الاجواء بتكون اجواء حاره رطبه على السواحل الشماليه خلال فترات النهار، ايضا خلال فترات الليل الاجواء معتدله، لكن هي معتدله بارتفاع كمان في نسب الرطوبه، فاحنا بدانا نحس بنسب الرطوبه خلال فترات الليل بشكل كبير، خاصه ان نشاط الرياح هو نشاط رياح نسبي، ما مش هيساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، لا هيخلينا نحس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو. بالاضافه كمان بتتكون شبوره مائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكنها شبوره مائيه خفيفه الحمد لله ما بتاثرش على حركه المرور، تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن نخلي بالنا منها برضو من وجود الشبوره المائيه في الساعات المتاخره من الليل حتى الصباح الباكر. الاجواء دي مستمره معانا ان شاء الله لحد بدايه الاسبوع المقبل، يعني مكمله معانا اليوم الاحد والاثنين القادمين، الاجواء هتكون اجواء يعني شديده الحراره. احنا هنتكلم عن تفاصيل العيد على مدار الايام الجايه دكتوره منار، لكن اجمالا احنا بنقول ان ارتفاع نسبه الرطوبه هي السبب في الاحساس بالحر الشديد اللي احنا حاسين بيه. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، كل الشكر لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف المدن والمحافظات، ونبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 36 والصغرى 25، الإسكندرية 31 23، مطروح 30 24، سيوة 37 23، بورسعيد 31 24، دمياط 30 24، الإسماعيلية 36 24، والسويس 36 24 أيضا. العريش العظمى فيها 33 والصغرى 24، طابة 36 24، كاترين 31 17، شرم الشيخ 37 27، الغردقة 38 28، الفيوم 36 25، بني سويف 37 25، والمنيا 38 24. أسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 24، سوهاج 39 25، قنا 39 25 أيضا، الأقصر 40 26، أسوان 41 27، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 37 25، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 26. وبكده مشاهدينا نكون قدمنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة في مختلف مدن ومحافظات مصر. نرجع على طول لعبد الصمد وهدير نكمل معهم فقراتنا، اتفضل. شكرا لك يا مينا، وشكرا موصول لدكتورة منار أيضا. كل سنة وحضراتكم بخير، العيد خلاص على الأبواب وأجواء العيد في الشوارع يعني حاجة تسعد وتفرح القلب. وزارة الأوقاف أعلنت امبارح استعدادها لصلاة العيد، عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وقررت تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على انتظام العمل الدعوي بالمساجد والساحات خلال صلاة العيد، وده كان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني اللي دلوقتي بينضم لنا على الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير، عيد مبارك إن شاء الله. وعايزين نعرف من حضرتك ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، هل الصلاة هتكون في المساجد اللي بتتصلى فيها الجمعة؟ هل يعني الساحات هتتفتح للناس؟ حضرتك قول لنا الضوابط السنة دي. صباح الخير أستاذ هدير، وصباح الخير على أستاذ أحمد، وصباح الخير على كل مصري في كل مكان من الأرض.
كل سنه حضراتكم طيبين. وحضرتك ان شاء الله باذن الله في اطار استعداد وزاره الاوقاف لاستقبال عيد الاضحى المبارك. بالفعل زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه تم تشكيل غرفه عمليات برئاسه القطاع الديني وعضويه كل الساده مدير المديريات على مستوى الجمهوريه من امس حتى انتهاء صلاه العيد باذن الله. ان شاء الله صلاه العيد هتقام في عندنا الساحات، عندنا مساجد كبرى، عندنا المساجد التي يقام بها صلاه الجمعه. يعني عندنا ساحات، عندنا مساجد كبرى، عندنا جميع المساجد التي تقام بها صلاه الجمعه، كل هذه الاماكن باذن الله سبحانه وتعالى سيقام بها صلاه العيد. وكمان احنا بنطمن السيدات الفضليات بنقول لهم ان احنا نبهنا على جميع المديريات بفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد ودعوه لجميع اطفالنا والمحبين في المشاركه ان هم يصلوا صلاه العيد. ان شاء الله سيكون هناك مخصص اماكن في الساحات للاطفال. وكمان احنا نبهنا على عندنا البرنامج الصيفي للطفل حق الطفل القائم الان، احنا نبهنا على الساده الائمه ان هم يشرحوا كيفيه صلاه العيد لاطفالنا ويوريهم ازاي يصلوا صلاه العيد، ويتم تخصيص اماكن بالفعل ان شاء الله ستكون موجوده عشان الاطفال يصلوا صلاه العيد في امان. نعم دكتور هشام، يعني كل سنه وحضرتك طيب طبعا والامه العربيه والاسلاميه بالف خير يا رب. عاوزين نعرف من حضرتك، يعني هنا حضرتك تحدثت عن فكره العودة لما قبل جائحة كورونا، صح؟ يعني المساجد هتشتغل بكافة أو بالطاقة الاستيعابية الكاملة ليها، والساحات أيضا فيما يخص صلاة العيد. تمام، والحمد لله. يعني يمكن بعد تم فتح المساجد والحمد لله عندنا برنامج الصيفي موجود. نعم. والحمد لله عندنا يوميا في المساجد عندنا دروس في العصر وعندنا دروس خاطره بالليل. عندنا برنامج الصيفي ده ثلاث ايام في الاسبوع، حد ثلاث خميس، وده مخصص لاطفالنا. يمكن الحمد لله في اقبال كبير جدا وفي ثقافه وفي وعي رشيد من وثقه من اولياء الامور في برنامج صيفي للاطفال. وعندنا مقارئ للجمهور وعندنا مقارئ نموذجيه، اصبح الان خليه نحر في المساجد قائمه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثقه المجتمع في اداء وائمه مساجد الاوقاف. وعشان كده احنا يمكن تم اعداد وتجهيز الساحات اللي هتكون موجوده، وتم توكيل الامر فيها للساده مدير المديريات بالتنسيق مع الساده المحافظين او احنا عندنا كام ساحه كده تقريبا يا دكتور هشام؟ احنا سيبنا الامر مفتوح ومجال لكل مديريه وتنسق مع المحافظه على اساس احنا لا نقيد احد، طالما ان الامر ان شاء الله باذن الله في سعه كل مديريه بتنسق مع الساده المحافظين في كله في مديرياته حسب استيعاب وحسب تغطيه هذه الاماكن اللي هتكون فيها ان شاء الله باذن الله صلاه العيد. طيب يا دكتور، عايز اسال حضرتك عن المده الزمنيه للخطبه والتكبيرات، هل تم تحديد يعني مده ليها؟ بنتكلم كمان عن يعني موضوع الخطبه نفسها. هو ان شاء الله باذن الله احنا طبعا عندنا التعليمات ان خطبه ان شاء الله باذن الله عيد الفطر لا تتجاوز في حدود العشر دقائق تخفيفا، يعني على وعارفين كلنا كل الشعب المصري بيبقى فرحان ومبسوط وكله مستني عشان خاطر يروح يذبح ويعيد. اللي بيذبح بيبقى فرحان باقامه الشريعه الشعيره، واللي مش عم يذبح بيبقى برضه فرحان وسعيد بالعيد، وبيبقى في عمليه تكافل كده كبيره جدا في الشعب المصري اللي طول عمره باين وواضح التكافل الخيري. ويمكن ده واضح كبير جدا السنه دي في موضوع صكوك الاضاحي، التكافل والمصارعه الى الخيرات والمصارعه. بما ان حضرتك بتتكلم عن صكوك الاضاحي، لو تقول للساده المشاهدين يعني كانت عباره عن ايه السنه دي؟ عايزين نقول للساده المشاهدين احنا مشتكرين جدا في ثقه حضراتكم وثقه اهل الخير في مشروع صكوك الاضاحي الخاص بوزاره الاوقاف. يمكن الاستاذه هدير المشروع ده تم اطلاقه في 2015. بدايه مشروع صكوك الاضاحي بتاع الاوقاف تم اطلاقه في 2015 الى الان، وهو كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل اهل الخير وبفضل ثقه اهل الخير. 2015 يمكن احنا جمعنا 30 مليون
العام الماضي حضرتك جمعنا 142 مليون يمكن الحمد لله احنا مستهدفين هذا العام ان شاء الله باذن الله تغطيه 2 مليون ونصف مليون اسره، سيتم تغطيه مشروع صكوك الاضاحي ليهم ان شاء الله باذن الله هذا العام. يمكن الامر المشروع اللي بتاع صكوك الاضاحي بتاع الاوقاف الحمد لله يمكن هو مثال كبير جدا للشفافيه والانضباط، لانه بيعظم ثواب الاضحيه. الانسان اللي بيدفع الصك ده بيبقى متاكد ان الصك ده هيتحول كله الى لحوم، ما فيش اي مصاريف اداريه نهائيا تدفع من هذا الصك، كل الصك كاملا يذهب الى المستحقين، وطبعا بيوصل ليه في عزه وفي كرامه، مع الحفاظ ايضا بنخلي بالنا عشان خاطر البيئه، الذبح بيبقى في الاماكن المخصصه بعيدا عن الشوارع، وبيبقى كل هذا يصل بالتنسيق مع وزاره التموين ومزارة التضامن، بيصل الى الاسر الاولى بالرعايه على مستوى دكتور الكمهورية. هشام يعني خلينا برضو يعني نستفيد اكثر فيما يخص سكوك الاضاحي تحديدا علشان نواجه هنايه الساده المشاهدين باهميه ده وازاي هو بيوصل للمستفيدين الحقيقيين منه. احنا هنا بنتكلم على صك اضحيه، صك الاضحيه موجود في كل البنوك المصريه الحكوميه، الخاص بصك اضحيه وزاره الاوقاف تحديدا بنتكلم على 2200 للمستورد و3600 تقريبا صك البلدي. عاوز اعرف من حضرتك الصك ده، لان في بعض الاراء وبعض الاشخاص اللي بيقولوا انه لازم يكون الشخص واقف بنفسه على الاضحيه. تمام، هو موضوع الاضحيه هو لو امكن ان الشخص ان هو يقف بنفسه على الاضحيه مفيش مشكله، لكن لو الانسان اللي مش هيستطيع ان هو يقف بنفسه وهو ينيب من يدفع عنه زي موضوع صكوك الاضاحي فهذا شيء اعظم، لانه هو متاكد ان كل هذه اللحوم التي هو يعني قام بالتضحيه فيها واوكل فيها وزاره الاوقاف كلها تذهب الى الفقراء والمساكين، وده بيعظم الثواب بتاع الاضحيه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا لما بنتكلم بنقول ان احنا عندنا 2200 بصك المستورد، عايز اقول لحضرتك المستورد مش معناه ان هي الرؤوس الارقام بتاتي حيه من السودان وتصبح هنا في اسوان في ابو سمبل، فهي تاتي حيه يعني ليس اللحوم كلها مستورده، لحوم مجمده مجمدة او في مكان. وضحت النقطه يا دكتور، بنشكر حضرتك دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، وكل سنه وكل المصريين بخير وصحه وسلامه دايما يا رب، وعيد مبارك علينا جميعا باذن الله يا رب. اللهم امين. طيب مشاهدينا دلوقتي الساعه 8 صباحا، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء ومنى الشرقاوي، اتفضل يا منى. شكرا ليك عبد الصمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، كما أكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التوافق على الضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ آية تسوية سياسية. هذا وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاتصال عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
يعقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أكد في وقت سابق أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها، ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين افتتاح 6 فروع لشركة جسور وبدأ العمل بالمنصة الإلكترونية. وبلغ عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على منصة تجميع البيانات للمنصة الإلكترونية حتى الآن نحو 1138 شركة، غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد منتجات بلغ نحو 19,000 منتج. ويأتي هذا الافتتاح في إطار الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. أكد قائد قوات أمن المنشآت السعودية عبد الله بن سعد العتيبي اكتمال جاهزية قوات أمن المنشآت المشاركة في موسم حج العام الحالي، وشدد العتيبي على الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة من قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم حفاظا على سلامتهم. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتز بالعاصمة باريس، وأوضح المتحدث باسم المستشار الألماني أن اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية وسبل تأمين استقلالية أوروبا في مجالات الطاقة والدفاع والمواد الخام الاستراتيجية. وأضاف المتحدث الألماني أن هذا النوع من المحادثات يتيح تعزيز العلاقات الألمانية الفرنسية، ولا سيما بعد قمتي حلف شمال الأطلنطي الناتو ومجموعة السبع. نهاية موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن اليومين دول تحديدا هم يومين وزارة الزراعة بقى بسبب إقبال الكثير من المواطنين على شراء الأضاحي، ففي اهتمام كبير جدا بقطاع أو ملف الثروة الحيوانية في مصر، وإزاي نشتري أضحية بشكل سليم. هو ده الجهود اللي بتشتغل عليها دلوقتي وزارة الزراعة من خلال تنظيم عدد كبير جدا من القوافل في محافظات الجمهورية لتوعية المواطنين، لتوعية كمان المربيين بأهمية تحصين المواشي لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها في مصر. وكمان وزارة الزراعة كان بتوجه نصايح كتيرة للمواطنين اللي هيشتروا أو المقبلين على شراء الأضاحي السنة دي، إزاي يشتروا مواشي أو أغنام خالية من الإصابة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور إيهاب صالح مساعد، إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. دكتور إيهاب، في البداية عاوزين نعرف إزاي أنتم حريصين على توعية المربيين خلال أو من خلال حملات التحصين والقوافل البيطرية اللي بنشوفها في مختلف المحافظات، اللي يمكن كان أهمها الحملة الحالية اللي أنتم شغالين فيها حاليا. والله يا فندم صباح الخير أولا على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا دكتور. أهلا يا فندم. الطب البيطري كأحد أزرع وزارة الزراعة الرئيسية في الحفاظ على الثروه الحيوانيه في رجوع جدود مصر العربيه، بيقوم بعده ادوار استباقيه وقبل ظهور اي مرض لمنع ظهوره اساسا. وبيوعي الفلاح طوال 24 ساعه 366 يوم في السنه، اللي بيحافظ على موجودات الحيوان بتاعه، بيرفع كفاءته الصحيه والانتاجيه ورفع وزياده المنفعه منه، سواء المنفعه المباشره من لحوم والبان
أو معدلات نمو طبيعية يومية، وكذلك حمايته من جميع الأمراض المتوطنة والوبائية سواء اللي موجودة في مصر أو الوافدة من الخارج. بيقوم الطب البيطري بحملات تحصين تسمى حملات قومية، لأنها بتشمل ربع جمهورية مصر العربية بالكامل، وتنفذ من 3 لـ4 مرات سنويا بصفة دورية وإلزامية بتوقيتات محددة وثابتة بيعرفها جميع المزارعين وعارف توقيتاتها، وتنفذ في جميع الوحدات البيطرية وجميع القرى وجميع الأسواق في مدة زمنية قصيرة جدا لضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية وضمان عدم انتشار أي مرض خلال هذه الفترات الحرجة طول السنة. يعني الأمراض طول السنة شغالة، وإحنا طول السنة بنمنع وجودها وبنحاربها وبنقضي عليها قبل ما تظهر على الحيوان. الحملات دي يا فندم بتتم ضد أمراض سيادية زي الحمى الكلعية، الأمراض اسمها الجلد العقدي، أو حمى الثلاث أيام، أو الكلب المتسطح. وده أثر بان على زيادة أعداد الثروة الحيوانية اللي حصل فيها زيادة في خلال السنتين اللي فاتوا في حدود 16.9% وفقا لتعدادات حديثة ومتابعة بصفة دورية بواسطة الوحدات البيطرية ومديرية الطب البيطري ومديريات الزراعة. طيب عظيم. دكتور عايز اروح مع حضرتك لمسألة الذبح في الشوارع، وايه اللي حصل من تنسيق ما بين الوزارة وما بين الطب البيطري علشان نمنع هذه المسألة ويتم الذبح داخل المجازر، وعايزين كمان نقول للناس الأضرار اللي بتحصل من مسألة الذبح في الشوارع. أولا موضوع الذبح في الشوارع دوت حصل تنسيق تام ومستمر بين جميع الوزارات المعنية، واهمهم طبعا كلهم مهمين، وزاره الزراعه اللي تم تؤول والحكم المحلي المتمثله في ان المجازر مفتوحه 24 ساعة طوال ايام العيد للمواطن يخش يذبح فيها بامان. الذبح في الشوارع دي مسؤوليه المواطن، اللي هو لازم يكون واعي ان الذبح في الشوارع ده هو مش مضر. طب معلش يا دكتور ايهاب، حضرتك عندك علم عن مساله تكلفه الذبح داخل المجازر بالنسبه للمواطن؟ التكلفه قد تكون رمزيه جدا جدا. صحيح. جدا، لا تزيد عن حدود 60 جنيه او مجانيه كمان في بعض الاحيان. يعني غير مكلفه نهائيا، بالعكس ده مصلحه المواطن. وعدد المجازر كبير في كل المحافظات. يا فندم المجازر متوفره وبزياده، بس هو المواطن بس يعني يتفضل ويتكرم ويروح المجزر ويذبح، مفيش حد هيقول له لا ولا هيلاقي مانع ولا هيلاقي حاجه خالص. وبعدين المجازر بتوفر ظروف صحيه للذبيحه، وبعد الذبح ان هي بتبقى متعلقه نظيفه بياخدها بوسيله مواصلات ممكن تكون مبرده او وسيله مواصلات هو بيجيبها مناسبه بدل الذبح في الشارع والحشرات الهايمه والطايره، اضافه انه بيلوث البيئه وبيلوث اللحمه بتاعته. صحيح. قد يلوثها بميكروبات تضر هو صحته من غير ما يحس. فدي بتبقى يعني مسؤوليه جامده بدايه من المواطن اللي لازم يلتزم بالتعليمات والتسهيلات اللي الوزارات مقدمها له والدوله اتحاها له وفتحها له 24 ساعه. نعم. طيب دكتور ايهاب صابر، يعني لو احنا هنتكلم بقى المواطن اللي دلوقتي بينزل او مقبل على شراء الاضحيه، ايه العوامل اللي بيتم مراعاتها في هذه الاضحيه كي تكون يعني اولا فيها انتاجيه عاليه من اللحوم، ثانيا تكون خالية من أي أمراض أو فيروسات؟ المواطن أولا لازم يشتري من مصدر موثوق منه، من مزرعة أو من عند مربي يكون له سمعة جيدة، وليس من يعني الحيوانات الجوالة في الشوارع. الحيوانات الجوالة في الشوارع ديت اللي بعض الناس بتسهله ويرعى الحيوان على أي حاجة قد تكون مضرة بالحيوان ومضرة بالمستهلك بعد كده، ده شيء غير مرغوب تماما، وقد يكون محرم دينيا كمان. واحيانا يعني بتتغذى على القمامة يعني. وهو فعلا محرم دينيا لانها يعني لا تختلف بالزبط كثيرا عن الخنزير لو هنتكلم على ده، لان بيبقى فيها القمامة بيبقى فيها متبقيات ضارة سواء معادن تقيلة سواء ميكروبات سواء اي حاجة فضلات تبقى في اللحم لمدة 40 يوم واكثر من 40 يوم. فالمزارع او المربي او المزرعة النظامية لا، هي طول السنة بتغذي على علايق نظيفه، علايق خاليه من المستويات المرضيه، علايق بتاثر على الكواليتي بتاعه اللحمه نفسها، بتاثر على طعمها، بتاثر على درجه نضوجها ومستوى تسويتها في اثناء الطهي. دي نمره واحد. نمره اثنين، علامات الصحه الظهريه على اي حيوان لا يختلف فيها اثنين، لازم الحيوان اللي قدامه يكون نشط، الشكل العام بيكون نشط، ما يكونش حيوان كسلان، ما يكونش حيوان رائد وعليه علامات الكسل، سواء من اكل سواء من اجهاد حصل له من ضربه شمس من نقل طويل من اي حاجه من الكلام ده، بيكون الجلد بيكون لامع، بتكون العيون لامعه، ما يكونش فيه اي اثار مرضيه على الجلد من بره، بتكون حيوان متنبه، ما فيش دعاب ولا مخاط نازل من بقه، ما فيش اعراض اسهال ولا تلوث في المؤخره
نتيجه اسهال ربما يكون من الاكل. تمام حضرتك ازاي؟ تكون اماكن اكتناز اللحوم واضحه، تكون الضلوع المداريه مكتنزه باللحوم، تكون الظهر وسلسله الظهر مكتنزه باللحم، يكون منطقه الخلفيه ومنطقه الفخذ من اعلى مكتمله اللحم. كل ده كله علامات صحيه، الحيوان وهو ماشي ما يكونش بيعرق، الحيوان ما يكونش عليه اثر جراحه، ما يكونش عليه اثر حادثه، ما يكونش اي اثر عليه ان هو تنافس مع حيوان اخر قد يكون خبط له ضلع او حاجه، لان برضه بعض المربين او بعض الحيوانات قد تكون شرسه شويه. فده دي علامات الصحه الظاهريه والسلوك الظاهري الطيب للذبيحه. طيب دكتور ايهاب، الناس لو اشترت لحمه من الجزار ما عليهاش ختم المجزر، ايه الاجراء اللي هيتاخد ضد الجزار؟ والناس تشتري اللحمه دي اصلا ولا ما تشتريهاش؟ لا طبعا، بص يا فندم حضرتك، الحملات اللي بيقوم بها الطب البيطري طوال السنه بتمنع ظهور هذه اللحوم الغير مختومه من مهدها. وحملات كثيره جدا جدا على محلات الجزاره وعلى مخازن التبريد اللي فيها او مخازن التجميد اللي فيها لحوم مجمده او دواجن مجمده او دواجن محفوظه. وهو المواطن عارف، يعني المواطن انا يعني هيبقى شيء غريب ان المواطن اساسا يروح يشتري لحمه مش مختومه، هيبقى شيء غريب ان احنا نشوف لحمه متعلقه مش مختومه. صحيح. يعني الشيء ده اعتقد ما بقاش يظهر. يعني لازم نهتم بالتوصيات اللي بتطلع والنشرات الصحيه تحديدا اللي بتخرج من القطاع البيطري في وزاره الزراعه تحديدا، لانها في الاول وفي الاخر بتهم، والسبب الرئيسي فيها هو الاهتمام بصحه المواطن. دكتور ايهاب صابر، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. طيب زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه البرنامج عن ظهور نتائج الدبلومات الفنيه، وعدد كبير من الاوائل خرجوا من المدارس التكنولوجيه والتعليم المزدوج، وده بكل تاكيد هو نتيجه للتطوير اللي حصل في قطاع التعليم الفني في السنين اللي فاتوا. احنا بنتكلم عن بدايه هذا التطوير كانت في 2018. خلينا نتكلم عن يعني هذا الجزء بالتفصيل. بينضم لنا دلوقتي هاتفيا الدكتور عمرو بصيره، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني كلمنا كده عن كواليس النتيجه السنه دي، ويعني بنتكلم انه طلبه كتير من طلبه المدارس التكنولوجيه ومدارس الدمج هم اللي متصدرين لقائمه الاوائل بنتائج حقيقيه وتعلم حقيقي، شايف ده ازاي؟ صباح الخير يا فندم حضرتك. اهلا بسيادتك يا فندم. دكتور يعني نستاذن حضرتك بس في البدايه لو نقدر نقف في مكان الشبكه فيه تكون افضل عشان نعرف نسمع حضرتك بشكل احسن. الحقيقه كده الصوت واضح؟ تمام، اتفضل يا فندم. حضرتك السنه دي شهدت النتيجه عده ظواهر مهمه جدا بالنسبه لنا. اول ظاهره موجوده انه دخل رجال الصناعه في عمليه اختبارات ولادنا في اكثر من 430 مدرسه على مستوى الجمهوريه. يعني ايه؟ يعني اصبحت لجنه العمل في اختبارات الدبلوم ما بتحتويش بس على مدرسي العمل في وزاره التربيه والتعليم، ولكن هناك ممثلين من القطاع الخاص. ده طبعا نظرا لتطبيق منهجيه القدرات في 430 مدرسه دولت على مستوى الجمهوريه كلها. وعشان صاحب القطاع الخاص كمان يتاكد من تلبيه احتياجاته. بالظبط، هو اصبح شريكا في اجازه هذا الخريج للالتحاق بسوق العمل، مش مجرد ان هو بيتلقى هذا الخريج على علاقه زي ما احنا كنا متخيلين في الماضي القريب، انما دلوقتي هو بيستطيع ان هو يشارك مشاركه ايجابيه وفعاله في عمليه انتقاء الخريج القادر على ان هو يقتحم سوق العمل، دي اول حاجه. ثاني حاجه الحقيقه مهمه جدا انه نسبه النجاح 68%، ودي نسبه يعني ممكن تكون او البعض بيفسرها انها اقل من السنوات اللي فاتت. ده نظرا لانه دي النتيجه الحقيقيه بدون اي استخدام لدرجه الرأفة والرافع الجن. في الحقيقه التعليم التكنولوجي بيهتم جدا بانه الخريج يبقى قادر على اداء الوظيفه بتاعته. صحيح. قبل ما يلتحق سوق العمل، وبالتالي يا اما يكون كفء او جدير بان هو يقوم بهذا العمل او لا. وبالتالي احنا طلعنا النتيجه زي ما هي، واحنا بنحيي اولادنا وبناتنا اللي نجحوا وبنبارك لهم. اما فيما يخص الاوائل فطبعا برضو مدارس دارت تسند الفتيات للمراكز الاوائل، خاصه في مدارس التعليم الفني العاديه، وبالنسبه لمدارس الحدوث التطبيقيه والتعليم المزدوج فالحمد لله تصدرت نتائجهم زي ما هو متوقع الاوائل على مستوى الجمهوريه، نظرا لرعايه هذه النوعيه من المدارس التكنولوجيه
عن طريق مؤسسات صناعية وزراعية واقتصادية قوية، من خلالها بيستطيع الولد أنه يوصل لأعلى المراحل سواء النظرية أو العملية. آخر حاجة أحب أقولها أنه السنة دي هتشهد أول دفعة يبقى عندها القدرة أنها تلتحق بجامعات ال11 اللي الدولة فتحتها، تمام؟ فكل ده نظرا لأنه الدولة بتنتهك سياسة تعليمية جديدة متكاملة بالنسبة لخريجي التعليم التكنولوجي والفني والمهني. طيب يا دكتور، عايز اسال حضرتك عن انه في بلاد زي المانيا مثلا نسبه التعليم الفني فيها بنتكلم على 80% تعليم فني، احنا من 2018 النسبه دي اتغيرت قد ايه؟ واحنا مستهدفين نسبه كام في المية؟ احنا دلوقتي يا فندم اقتربنا من نسبه 58% من الحاصلين على الاعداديه بيلتحقوا بالتعليم الفني، طبعا مش هي دي النسبه المأمولة، احنا عايزين نوصل زي المانيا 75% 70%. ان شاء الله باذن الله الخطه بتاعتنا ان احنا ننتهي من تطوير كل مناهج التعليم الفني في سبتمبر 24. الحاجه الثانيه انه هنخلي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيه اللي بدات بثلاث مدارس بس سنه 2018 النهارده هم بيقربوا على حوالي 46 مدرسه. ان شاء الله احنا في خطتنا ما زلنا مكملين ومستمرين بحيث ان احنا نتوسع في هذه التجربه ونحقق الانتشار بتاع المدارس دي كل ولادنا وبناتنا في جميع ربوع مصر. احنا حاليا موجودين في 11 محافظه بس، ان شاء الله باذن الله هنتوسع اكثر من كده في خلال السنه الجايه في 17 محافظه وهكذا. بالاضافه ان احنا عندنا 400 مدرسه بتطبق منهجيه الجدارات على مستوى الجمهوريه، السنه الجايه ان شاء الله يبقوا 800، يعني رقم بيتضاعف، وده احنا بنقترب من 50% من مدارس الجمهوريه كلها. الحاجة دي ارقام كبيره جدا في ظل ان احنا دكتور يعني بعيدا عن الارقام، وفي الحقيقه يعني انا واحد من الناس اللي يعني مبسوطه جدا بفكره منهجيه الجدارات اللي موجوده وشراكه القطاع الخاص في مثل هذا النوع من المدارس علشان يبقى زي ما بنقول كده على عينك يا تاجر. انت شايف الكفاءه الخاصه بالطالب اللي بيطلع من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه او مدارس التعليم الفني تحديدا، فاقدر اللي انا يعني اخده يشتغل عندي في شركتي وانا مطمن، عارف ان هو ده شخص منتج، شخص هيعظم الاستفاده او هيخلينا نرتفع بشكل اكتر من الانتاجيه اللي موجوده في المصنع. ليه ما فيش بقى حافز للطالب منذ دخوله لليوم الاول في هذه المدارس علشان خاطر نقدر ان احنا نشجعه ولو مرتب حاجه رمزيه من شراكه القطاع الخاص ده زي ما بيحصل بره؟ يعني ده حاجه تعتبر شبه يعني مش متعارف عليها، شبه اساسيه في التعليم المزدوج في مصر. بيتم اعطاء الطالب من اليوم الاول مكافاه، الحاجه اسمها مكافاه بدل تدريب. نعم. وفي كثير من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه بيتم تطبيق نفس النظام. لكن بعض المؤسسات الطالب الحقيقه بيتكلف بنوعية من التعليم تكاليف معينه، يعني الطالب ساعات بيتكلف في السنه الواحده 270,000 جنيه ما بين خبات وما بين تدريب عمل. فطبعا احنا ما نقدرش يعني نحمل القطاع الخاص اكثر مما يحتمل في هذا، احنا عندنا مدرسه للتكنولوجيا الحيويه دي مدرسه من نوعيه فريده جدا مش في مصر بس في الشرق الاوسط، يعني بتخرج الولاد القادرين على ان هم يصنعوا ويتعاملوا مع الـ 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 الانظمه بتاعه تحليل الدم والكوفيد والحاجات الحديثه دي. ده مصنع متفرد في مصر في الشرق الاوسط. فاحنا بناخد طلبه على قده، يمكن عدد الطلبه لا يتجاوز 12 طالب بس واخبار حضرتك، وبيتحصلوا كمان على مكافاه قد تكون رمزيه، لكن الطالب بيتكلف كتير جدا في عمليه اعداده في مثل هذه النوعيه من نوعيات الصناعيه. دكتور كمان اتفضل. فكل ده بيتوقف على نوعيه الصنعه او المجال الولد او البنت تخصص فيه. طيب يا دكتور كمان في حديث عن شراكات مع مؤسسات دولية علشان يكون في منح دراسية للطلبة المتفوقين انهم يقدروا يكملوا كمان برا مصر. في الحقيقة في كذا حاجة من ده، احنا عندنا في بعض الشركات اللي بترعى اولادها عشان تكمل في الجامعات التكنولوجية وفي نفس الوقت تلتحق بسوق العمل. ده داخليا، بالنسبة خارجيا احنا اوريدي يعني حضرتك بتكلمني وانا في الطريق رايح عندي اجتماع مع الجانب الالماني عشان الاوائل ان شاء الله بدءا من العام القادم
هيطلعوا ان شاء الله يشتغلوا مش يتدربوا يشتغلوا في المانيا. عندنا كمان مع جانب الاتصال شركات مماثله وبنسعى لعقد مثل هذه الشركات حاليا في مفاوضات مع الجانب الفنلندي والامريكي. طيب دكتور شايف انه التطوير اللي حصل ده غير بنسبه كبيره نظره الطالب نفسه للتعليم الفني؟ صحيح. تأكيد يا فندم، لانه زي ما قلت لحضرتك احنا النسبه كانت لا تتعدى 40% من الطلبه اللي بيلتحقوا خريجين الشهاده الاعداديه اللي بيلتحقوا التعليم الفني، النهارده بنتكلم في نسبه قريبه من 60% 58 حاجه زي كده، السنه دي لسه طبعا ما شفناش البشائر، لكن السنه اللي فاتت طيب متقدم 42,000 طالب اللي خدناهم 3700، ده دلاله على اقبال الطلبه. بس طبعا النوعيه ده بياكد يا فندم يعني زياده الطلب، هل هيبقى في يعني مواكبه لزياده هذا الطلب بارتفاع المدارس من 360 مدرسه زي ما حضرتك ذكرت العدد في بدايه الحوار لعدد اكبر عشان يستوعب الطلب الكبير اللي موجود؟ طبعا ده اللي احنا بنسعى له، لكن حضرتك مستهدف ايه بقى في المستقبل؟ يعني احنا مستهدف اللي احنا نستقطب كام في الميه مثلا من طلبه الشريحه الخاصه به طلبه الاعدادي؟ احنا بنستهدف زي ما قلت لسيادتك من 70 ل 75%، ولكن ما ننساش كمان دور الحاله الاقتصاديه للعالم وهو تشهد من ازمات، احنا خرجنا من جائحه كورونا صحيح. على الازمه الروسيه الاوكرانيه ده بيؤثر الحقيقه على القطاع الخاص بشده، واحنا كدوله بندعم القطاع الخاص كامل الدعم عشان هو القاطره اللي احنا بنعتمد عليها في تنميه اقتصاد الدوله المصريه، وبالتالي كل الازمات دي بالرغم من كده احنا وصلنا في الازمات دي لثلاث اضعاف الاعداد اللي موجوده. صحيح. ده اعتقد انه انجاز يحسب للكل الحقيقه. يعني الظروف الاقتصاديه العالميه اللي بيمر بها العالم دكتور عمرو يعني اعتقد هي معروفه للكل، لكن هو ايضا في اتجاه من الدوله بتحقيق تكامل عربي من خلال يعني الاستفاده بموقع مصر المتميز، وزي ما بنشوف شراكات بتحصل سواء كانت مع الاردن سواء كانت مع العراق سواء كانت مع الامارات العربيه الدوله الشقيقه، يعني لتضافر الجهود كلها عشان نقدر ان احنا ننتج ونستفيد بموقعنا المتميز في سلاسل الامداد تحديدا، فنقدر ان احنا بوجود ايادي مدربه ايادي ماهره نقدر ان احنا نتحدى هذه الازمه الاقتصاديه. دكتور عمرو بصيله رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، ويمكن يا دير كلام مهم جدا على المدارس الفنيه والتكنولوجيا التطبيقيه تحديدا، لان تغيير النظره وتغيير الثقافه بيؤدي للانتاج شيء مهم اللي احنا جدا. بالظبط. واحنا بنتكلم عن توطين صناعه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كان له حديث خاص عن مساله توطين الصناعات واهميه ده، فعلشان نشتغل على توطين الصناعات لازم يكون عندنا حرفي ومهني ماهر جدا جدا جدا، وكمان يكون عنده محفزات هو داخل التعليم الفني ليه؟ هيستفيد ايه؟ وهيشتغل ايه؟ السوق محتاج ايه؟ اني حرفه معينه؟ لما يتعلم الحرفه دي هيشتغل بكام؟ هتكون يعني الحرفي والمهني بيتخرج من هذه المدارس بيشتغلوا بالساعه، فاحنا كنا بنتكلم عن نسبه اقبال كانت اقل بكتير من الموجوده قبل مساله التطوير اللي حصلت من بدايه من 2018، دلوقتي النهارده بنتكلم عن النسبه 58% تقترب بنسبه كبيره لدول كبيره زي المانيا، دول صناعيه كبيره النسبه فيها بتصل ل 75%، وده المستهدف ان احنا نوصل له في التعليم الفني باذن الله. فكره تغيير ثقافه بقى وتغيير فكر وتغيير نمط واسلوب حياه، احنا بنتكلم زي ما انت ضربتي مثل بالمانيا هدير تحديدا، بره في اوروبا بيستهدفوا تقريبا من 70 ل 80% من الشريحه اللي هي الخاصه ما بعد التعليم الاساسي اللي هو تعليم المرحله الاعداديه لمثل هذا النوع من المدارس، واغلب المدارس مش موجوده بقى ثانوي عام زي ما موجود عندنا، لا هي كلها موجوده في النوع ده تحديدا، ويمكن هو ده اللي الدوله شغاله عليه في فكره الجامعات كمان التكنولوجيه اللي موجوده مش صحيح. بس مدارس تكنولوجيه. واحنا يمكن كان لينا هنا في صباح الخير لقاءات كثيره مع طلبه متفوقين خريجي هذه المدارس، شفنا منهم بنات واولاد هم عندهم امل وطموح كبير جدا ومتعلمين على مستوى عالي جدا من التعليم، وعلشان كده الاهتمام كمان بالتعليم كان جزء مهم جدا من صحيح. توطين الصناعة. دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام. ودلوقتي مشاهدينا جمعنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
نبتدي على طول مع فريق الأهلي اللي اختتم تحضيراته امبارح استعدادا لمباراته ضد الجونة النهاردة على ملعب خالد بشارة، والمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري. المباراة دي هتكون أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز في مسابقة الدوري بعد ما سبق وقاد الأهلي في مباراته اللي فاتت ضد بتروجيت في بطولة كاس مصر. الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق وقع على عقود انضمامه لنادي أسوان في الدوري الممتاز في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ونجحت إدارة نادي أسوان في إقناع اللاعب بالتوقيع للفريق والاستعانة بخدماته في الموسم الجديد. ونروح لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي بتقام في مدينة وهران في الجزائر علشان نتعرف على أبرز نتائج البعثة المصرية هناك. البداية مع منتخب مصر لكرة اليد اللي فاز على مقدونيا بنتيجة 34-20 في نصف النهائي، بكده بيتأهل منتخبنا للنهائي وحيقابل أسبانيا النهاردة الساعة 4:30 العصر. خلينا بقى كمان نشوف سيف عيسى اللي حقق ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط للتايكوندو بعد فوزه على بطل إسبانيا، وكمان البطل المصري محمد السيد تم تتويجه بالميدالية الذهبية في سلاح الإيبا بعد فوزه على بطل إيطاليا. أحمد حقق الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال في الكلين لوزن 102 كيلوغرام بعد ما رفع وزن 208 كيلوغرام. كمان أحمد جابر لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال حقق الميدالية البرونزية في الخطف لمنافسات وزن 120 كيلوغرام. ونروح بقى نشوف آية شحاتة اللي حصدت الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 67 كيلوغرام بعد ما خسرت في نصف النهائي من لاعبة كرواتيا بنتيجة 8-5، وده في إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران. نتحول بقى للسكواش ورابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA اللي اختارت الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث على العالم للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية للسيدات كأفضل لاعبين في أو أفضل اثنين لاعبين في شهر يونيو اللي فات، وده بعد تتويجهم ببطولة العظماء الثمانية. نشوف بقى أخبار الكرة، ونادي طرابزونسبور التركي اللي أعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر بشكل رسمي في الانتقالات الصيفية الحالية. صفحة طرابزونسبور نشرت فيديو قدمت فيه النجم المصري وعلقوا وقالوا تريزيجيه وقع، أهلا وسهلا بيك في الفريق البطل محمود تريزيجيه. ونتحول بقى كمان لأخبار نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، واللي أعلن استعداداته للموسم الجديد بحضور 19 لاعب على مركز تدريبات الفريق أكسا. وغاب محمد صلاح عن بداية استعدادات الريدز للموسم الجديد بعد حصوله على راحة أطول بسبب مشاركته في مباريات دولية بعد نهاية مشوار ليفربول في مسابقات الموسم اللي فات. مشاهدينا أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع على طول لعبد الصمد وهدين نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير، اتفضل. شكرا ليك يا منى. امبارح الحقيقة وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا من جديد خلال الأسبوع اللي فات، وده بنسبة 6.9%، يعني لسه في كورونا وإن كانت بمعدلات بسيطة لكنها لسه موجودة، وبالتالي فإحنا نرجع تاني نتكلم عن الإجراءات الاحترازية وكمان إنه نلتزم بالحصول على اللقاحات، واللي مر على يعني لقاح 6 شهور المفروض إنه ياخد جرعة تنشيطية ليه. خلينا نتكلم بالتفصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير عليك يا دكتور، وكل سنة وأنت طيب. صباح الخير على حضراتكم جميعا وكل سنة وأنتم طيبين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. إحنا يعني معظمنا عنده إحساس بإنه الكورونا خلصت، تمام، فاتفاجئنا كلنا كل واحد في محيطه بكم حاله كده الاسبوع اللي فات، ابتدينا نعرف ده فلان جاله كورونا، والرد الطبيعي ايه ده هو لسه في كورونا، فاحنا حاسين انها خلصت لكن الحقيقه مختلفه. واضح بالفعل الناس معتقده ان كورونا سينتهي، كورونا سينتهي بالفعل ان شاء الله في القريب العاجل كجائحه وليس كفيروس. كورونا سيظل فيروس، الفكره ان هو يظل فيروس زي البرد والانفلونزا، زي الانفلونزا الموسميه، يهاجم مش بقوه، لكن الموجه دي اضعف يا دكتور، لانه اللي اصابه حادثهم هم نفسه
أعراضهم مختلفة خالص عن ما كان بيحصل قبل كده. بالفعل. طب إيه الفضل إن بقت الأعراض بالمنظر ده، إن إحنا بنتحدث عن كورونا أكنه دور برد؟ اللقاحات اللي خلانا نصل للمرحلة إن إحنا نقول فلان عنده دور برد، ده طلع عمل مسحة، ده إيجابية بس حالته كويسة، اللقاحات. والناس كانت متخيلة الفوبيا والخوف اللي كان بيحصل من اللقاحات. شوف احنا بقى لنا سنتين ثلاثة في منظومة اللقاحات، الحمد لله حتى الآن ما فيش أثار جانبية، ما فيش مضاعفات، ما فيش أي مشاكل صحية، بل بالعكس اللقاحات على مستوى العالم هي اللي جعلت من فيروس كورونا بتحوراته اللي بتحصل إلى الأضعف، تجعل كورونا من فيروس شديد الخطورة بمضاعفاته الخطيرة اللي احنا شفناها اللي فقد مننا عزيز أو غالي في الموجات اللي قبل كده، لا حتى الآن مع الموجات الأخيرة دي والأعداد اللي بتزيد دلوقتي، لا أغلب الأعداد بسيطة، معظمها درجة بسيطة جدا، معظمها تصيب الجهاز التنفسي العلوي، المشاكل الرئوية، حالة المستشفيات، الرعايات أقل بكتير جدا جدا من التحورات السابقة. يعني احنا بنتكلم على أعراض هي أعراض مشابهة حتى هذه اللحظة لآخر متحور احنا شفناه، فكرة متحور الأوميكرون. بالفعل. طيب مين الفئات الأكثر استهداف أو الأكثر إصابة وعرضة ل يعني خلينا نقول بقى، أنا عاوز أقول إيه، الإنفلونزا موسمية كورونا، مش هقول بقى خلاص، يعني احنا زي ما حضرتك ذكرت احنا قاضينا على الجائحة. هنقول السؤال سؤالين، الفئات الأكثر عرضة للإصابة والفئات الأكثر عرضة لدخول المضاعفات. أي شخص مش ملتزم بإجراءات احترازية هو معرض للإصابة أيا كان، سواء كان واخد تطعيم أو مش واخد تطعيم. الفكرة إن التطعيم هيخلي الشخص اللي عرض للإصابة إصابته أقل، حدتها أقل، أو ممكن تكون بدون أعراض أو أعراض بسيطة. الشخص الغير متلقي اللقاح أو اللي عدى عليه أكثر من 6 أشهر من الإصابة أو اللقاح ممكن يكون بعض المضاعفات اللي تحصل له. عشان كده بقول للناس يا جماعة، اللي جاله إصابة عدى عليها أكثر من 6 أشهر أو خد لقاح عدى على أكثر من 6 أشهر، إيه المانع إن أنا آخد جرعة تنشيطية مرة أخرى؟ لأن طول المدة اللقاحات ما بتديش مناعة أبدية، طول المدة بيقلل مناعتك، بيقلل من فرصة حمايتك من الإصابة ومن المضاعفات الخطيرة. في ناس بمناسبة المناعة دي، في بعض الفكر السائد لدى الغالبية العظمى يعني أو السواد الأعظم، بيقول لك إيه؟ هو أنا لو خدت اللقاح يبقى أنا هقلل شغل المناعة، فأنا أخلي المناعة تشتغل طبيعي ولو لجأت للقاح هبأخده بعد كده. فدي نرد عليهم ازاي؟ هرد ردين. الرد الاولاني، اولا اللقاح ده هو بيحسن مناعتك ضد الاصابه وبيكون اجسام مضاده ليك، بالعكس بل بيزيد مناعتك. طب انا لو جالي الكورونا هكون اجسام مضاده. طيب هكون اجسام مضاده، افرض الاصابه دي جت لشخص كبير سن، شخص ضعيف مناعيا، مش مضمون عواقب الاصابه. بالفعل. عشان كده ليه منظومه اللقاحات؟ طب ما ممكن ارد عليه اقول له طب خلاص ما تطعمش ابنك، شلل الاطفال ما تطعموش الحصب وسيبوا المناعه، هتشوف بقى كم الوفيات اللي هتحصل بسبب ان احنا مش هنطعم اطفالنا، لان طفل معرض انه ضعيف مناعيا، طفل معرض لصدمه كبيره جدا لو ما خدش اللقاح وممكن تؤدي الى وفاته. فبالتالي منظومه اللقاحات هي منظومه وقائيه للحمايه لشخص ممكن يخش في مضاعفات مني لو جات له اصابه، لان اللقاح هو لقاح ميت لا يسبب، هو ليس اصابه فعليه ولكن يهيئ لجهازنا المناعي انها اصابه حقيقيه، فبالتالي يكون اجسام مضاده ضد هذا اللقاح اكنه بالظبط خد عدوى ولكنها ليست عدوى حقيقيه، فبالتالي تكون انت مناعتك جيده ورد فعلها جيد جدا عند تعرضك للاصابه. ودي فكره اللقاحات، ان بعرض جسمي للقاح ميت بحيث ان رد فعل جهاز المناعه ضده يكون مناعه ضده، وبالتالي اذا تعرضت للاصابه بلاقي مناعه، بلاقي اجسام مضاده تحميني بقى من خطر الاصابه المضاعفه. وعايز اقول للناس حاجه، معلومه مهمه جدا، الاصابه مش مجرد اصابه، الاصابه بتكون لها مضاعفات، لا يزال ناس كتير جدا بيعاني من اثار طويله الامد للاصابه، من تبعات ومضاعفات الاصابه المتلامسه ما بعد كورونا. ايه ابرزها الاثار دي؟ لحد دلوقتي في ناس، مش عايز اقول لك من الموجه الاولانيه، لا تزال فقد حس الشم والتذوق، لا يزال الناس عندهم الام عضليه، لا تزال الناس عندهم بعض التليفات الرئويه البسيطه من اثار الاصابه، عندهم صعوبه في التنفس، عندهم الام عضليه، لا تزال الناس عندهم جزء نفسي وعصبي شديد جدا وتوتر شديد جدا ما بعد الاصابه، في مشاكل نفسيه، مشاكل عصبيه، مشاكل تنفسيه، في ناس تعاني من مرض الارتكاريا، الحساسيه المفرطه او الطفح الجلدي ما بعد الاصابه، وتحول عندهم الموضوع الى شيء مزمن ما بعد الاصابه. كورونا مش مجرد اصابه، كورونا الحمد لله الان هي اصابه مش عايزينها تخش في مضاعفات، لان الناس اوميكرون مع تحوراته قد تكون اصابته بسيطه جدا ولكن قد يكون ليه تبعات اللي هي متلازمه كورونا. طب ايه اللي يغنينا عن هذا الفوبيا والخوف؟ ان احنا ناخد اللقاح. طيب يا دكتور خلينا نرجع للمعدلات بتاعه الزياده، نتكلم عنها. الوزاره قالت امبارح 6.9، احنا في مصر الزياده دي متوافقه مع اللي بيحصل في العالم، وهل احنا متوقعين موجه قادمه زياده اكثر او ارتفاع اكثر في الاصابات؟ طيب هو الزيادة دي هي زيادة فعلا واقعية، ولكن بقى على نسب المستشفيات والرعايات والدخول هي لحد الآن لم تطر عليها زيادة، بمعنى أن كل الزيادات هي زيادات من الدرجة البسيطة والمتوسطة في أعراضها، وده شيء حلو جدا مهم. طب أنا برضو لا يزال خايف على كبار السن، لا يزال خايف على أصحاب المناعة الضعيفة، لا يزال جزء من المجتمع لا يزال برضو ما خدش اللقاح.
طب انا اقول له يا فندم شوف الناس اللي خدت اللقاحات الحمد لله اصابتهم كلها بسيطه، اللقاحات حتى الان هي الامان والسبيل الامن لحمايتك من مضاعفات الاصابه. صحيح. اقول له خد اللقاح. طب الشخص اللي خد جرعه اقول له لا خد الجرعه الثانيه. طب اللي خد جرعتين لا خد الجرعه التعزيزيه لو مر عليك 6 اشهر. طب اللي خد بقى جرعه تعزيزيه ومر عليه 6 اشهر وهو كبير سن واكثر من 65 وعنده امراض مناعيه جرعة وعنده ممكن ياخد جرعه رابعه لو عدى عليه 3 اشهر. احنا شايفين بعض الدول اصلا بره بدات تفتح لمواطنيها الجرعه الرابعه دلوقتي للافعال. وعندنا موجات اخرى، عندنا كان في الصين كان في موجات في كوريا الشماليه اللي هي كان عامل عزل تام لبلده. هو احنا بنتكلم عايزين نتكلم عن الحاله الوبائيه العالميه. بالفعل احنا فين من الحاله الوبائيه العالميه؟ هناك تحورات ولكنها الحمد لله لحتى زي الان تحورات من المتحور الاصلي اللي هو اوميكرون ولكنها تحورات ضعيفه. في نسب اصابات عالميه في انجلترا في زياده في الاصابات، في دول اسيا في زياده في الاصابات، ولكنها حتى الان الحمد لله هي اصابات، نسب الوفيات الحمد لله عالميا بتقل بكتير جدا جدا مع الموجات اللي قبل كده. وده برضو بفضل منظومه اللقاحات. الناس تقول طب ما انا خدت اللقاح وجالي اصابه، لا اصابتك مختلفه، اصابتك اقل. صحيح. حده اقل خطوره، اصابتك بدون وفيات، اصابتك بدون مضاعفات. دكتور امجد، يعني هناك حديث ان التور بتاع المتحور الخاص بفيروس كورونا بيعود الى منذ او البدايه الاولى ليه، يعني فكره ان ما بقاش فيه اعراض اكثر تطورا، لا احنا كنا بنشوف اللي احنا شفناه قبل كده في الاول، يعني لما بيرجع لدورته الاولى زي ما بيتقال. فهل الكلام ده صحيح؟ مش بيرجع، هو الحمد لله نسخه اوميكرون هي اخر النسخ اللي منذ الحاله الجديده الان التحور الاضعف. معظم التحورات لا تصيب الجهاز التنفسي، سفلي تصيبها الجهاز التنفسي العلوي اللي هو زي دور برد. تحورات الاضعف طب الفيروس الموجود دلوقتي المتحور الموجود دلوقتي بيصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا الغالب ممكن يصيب طبعا الرئه، ولكن الغالب تبقى اعراض تنفسيه عاليه. عشان كده الناس بتفسره دور برد. عشان كده اقول للناس هنرجع المقوله الشهيره، هنعتبر اي دور برد في الوقت الحالي هو كورونا حتى يثبت العكس. طيب. احنا داخلين على اعياد، على تجمعات. صحيح. على مناسبات، نرجع تاني نرتدي فكره الكمامه زي ما انت قلت. الناس بتقول ايه ده، هو في كورونا تاني؟ لا خلاص، ده موضوع الكمامه ده ما بقاش موجود تقريبا، ما حدش ملتزم بيه. عندي فكره الكمامه دي تحديدا ما بنحط تحتها 1000 خط وخط، لسبب احنا تقريبا من اسبوعين اعلنا فكره رفع الاجراءات الاحترازيه في المطارات، ده زي ما حصل في كل الدول العالميه، كل دول العالم حصل فيها كده. المواطن فهم ان احنا النهارده رفعنا الاجراءات الاحترازيه من المطارات، يعني نرفع الاجراءات الاحترازيه من كل التعاملات، حتى في المولات لما بندخل النهارده المول اهو اماكن تجمع بنلاقي بس هو مجرد الماسك، يعني ما بقاش في خوف على نفسي، لا انا الماسك عشان اعدي بس من الاكس راي او البوابه والامن اللي موجود، ومجرد ما بدخل بقلع الماسك واحنا داخلين على صلاه عيد. هو الفكره هو الزاميه زي الاول ولا لا؟ هي مش الزاميه، لكن انت صحتك مهمه، انت القانون خلاص هو الدوله مش بتلزمك بيها، لكن انا بقول لك ده اجراء مهم. ده اجراء مهم ليك انت لحمايتك انت، مش من كورونا بس، من اي عدوى تنفسيه ممكن تجي لك. فانت في تجمع، في مكان في تجمع، في اماكن مغلقه، مش معنى ان في فك اجراء ان انت ما تلبسهاش. هو فك اجراءات كقانون كغرامه كاجراء، ولكن انت لا، احنا في اعداد موجوده الان بتزيد، لا احمي نفسك، ابتدي انت داخل مكان فيه تجمع، اماكن مش جيده التهويه، اماكن مغلقه، لا هلبس الكمامه، مهمه جدا جدا. مش معنى ان الفيروس بيضعف وبتقل حدته، لا انت ممكن تكون ناقل العدوى لزويك انت، ممكن تكون اصابتك بسيطه هتروح تنقلها وانت ما انت لا تدري ان انت اصابتك ايه، تنقلها الجد لحد مسن، لحد لسه هو خايف وعازف عن اللقاح وما اخدهوش، وتكون اصابته خطيره. مش معنى ان على العموم ان الاصابات ضعيفه، لا ممكن تخبط في شخص غير متلقي لقاح، شخص ضعيف مناعيا، شخص كبير سن. الحمد لله كيرفنا الوبائي جيد جدا، وده بفضل منظومه اللقاحات. طب نكمل ولا نقول ده هو فيروس ده؟ لا نكمل للحمايه المجتمعيه، انت بتحمي نفسك وبتحمي الاخرين من خطر الاصابه. صحيح. طيب الاعراض اللي دلوقتي الناس يعني بتتكلم عنها في الموجه دي، وهي موجه فعلا يا دكتور، ولا احنا لسه ما نقدرش نتكلم على انها موجه ثابته؟ احنا كنا متوقعين ان احنا لو حصل اي موجات مش هتكون بنفس القوه شب. مش هتكون بنفس العنف. هيبقى في زياده في الاعداد، ولكن هتكون الاعراض بسيطه، وده الحمد لله اللي احنا شفناه خلال 10 ايام اللي فاتت. معظم الحالات اللي بنشوفها اعراض بسيطه متوسطه، لا ترقى ان انا اقول عليها موجه شديده. ولكن لو قلنا موجه ثابته هي موجه ضعيفه، مش هنعتبر كلمه موجه اللي هي الفوبيا والخوف في الاعداد، ممكن الاعداد تزيد، ولكن الحمد لله اغلب الاعراض بسيطه، وده بفضل منظومه اللقاحات. طب احنا موجتنا دي مش عايزينها تبقى قوي، لا هنرجع تاني زي ما احنا قلنا، نلبس كمامتنا، نعمل اجراءاتنا الاحترازيه. اللي ما خدش لقاح ياخده، اللي ما خدش التعزيه ياخدها. هتخلي الموجات اللي بعد كده اكن ادوار برد، مش هنسمع كلمه موجه جديده، نسمع كلمه ان احنا ده دور برد. طب وبعد كده
لما تنتهي بقى الجائحه كجائحه اللي هي الدرجه الوبائيه الخطيره اللي بيحصل فيها وفيات، هيتحول فيروس كورونا الى فيروس مسمى مثل البرد والانفلونزا. نعم. هيبقى في لقاح، بس بدل ما باخده كل 6 اشهر هاخده كل سنه كجرعات سنويه زي مصل الانفلونزا بالظبط. هيدي حمايه لينا، حمايه مجتمعيه، لان اللقاحات الفيروسيه التنفسيه لا تعطي مناعه طويله الامد، فبالتالي محتاج لتنشيط، محتاج لجرعات تعزيزيه باستمرار. دكتور امجد، حضرتك استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح، هنا هنتكلم على اللقاح تحديدا. اللقاح يمكن بداية الاستخدام ليه كان استخدام طارئ، كان مجاز من المنظمة العالمية للصحة كاستخدام طارئ. هل بيتم تحديث وتعديل على اللقاح، ولا هي نفس النسخة الخاصة بالاستخدام الطارئ اللي تم إجازتها بنتكلم في سنتين تقريبا أو سنة ونص حتى هذه اللحظة؟ هي نفس النسخة، بل بيقل الفئات اللي كانت محظورة أنها تاخد، بيتم عمل طبعا، لأن احنا كان استخدام طارئ لبعض الفئات. طب الفئات التانية ابتدى خلاص تم التجارب عليها وثبت مأمونية، اللي هم مين؟ يعني لقاح فايزر تم تجربته على الحوامل، خلاص ما بقاش استخدام طارئ، بقى ذو مأمونية. ابتدى ننزل بيه للأطفال بره، ابتدى ينزلوا في بره، ينزل لسن سنتين وثلاث سنين. مصر نزلت ل12، وبالتالي كل دولة بتنزل على حسب المؤشرات العالمية، دول كتير نزلت لاستخدامه للأطفال، ما بقاش استخدام طارئ. يعني هنا الاستخدام الطارئ مش فكرة اللي احنا بنجرب اللقاح أكتر ما فكرة اللي احنا بنتم تجاربه على أكتر فئات أو أكتر من مواطن علشان نعرف السايد افكت أو الآثار الجانبية. لا، احنا استخدمنا الاول استخدام طارئ على الفئات الاكثر عرضه وخطوره، واستبعدنا فئات معينه اللي هي ممكن لازم نستخدم فتره كبيره عشان يثبت هل ليه اثار جانبيه على الحمل ولا لا. فاستخدم طارئ في الفتره السنتين ثلاثه دول، لا، اجتزنا مراحل اللي احنا جربناها في فترات الحمل لاشخاص ثبت مأمونيه، فبالتالي خلاص تم اجازته ودي للحامل. ودي الخطوات الطبيعيه لاي لقاح. يستخدم طارئ لفئات اكثر عرضه، وبستبعد فئات تاني مؤقتا حتى يتم تجربته عليهم، اللي هم كانوا مين؟ الحوامل والاطفال. فلما خلاص اجيز استخدام الطارئ وتم تجربته على الحوامل، ابتدى ادخاله للحوامل، ابتدى ادخاله للاطفال، فبالتالي خلاص تم الموافقه رسميا على لقاح كورونا، لانه هو تم استخدامته كطارئ وكما استجربته كتجارب علميه على فئات اللي هي كانت ممنوعه تاخده، واثبت فعاليه ومؤمنيه. وده اللي احنا شايفينه، انظر حول، كلنا اخذنا اللقاحات، لم تثبت وجود اي اثار جانبيه تذكر للقاح الا الاثار الجانبيه المعتاده اللي هي اسخن ممكن نص درجه، ممكن ايديه تورم او يومين وخلاص، اللي هو المعتاد لاي لقاح. طيب دكتور، تقول للناس ايه واحنا داخلين على فتره الاعياد علشان ان شاء الله تعدي كده بسلام؟ في بقى عيد الاضحى ده من ضمن الحمد لله طبعا في تزاور، في ناس بتسافر ارياف كتير، بتتنقل من محافظه لمحافظه، في تجمعات بالذات في الارياف، في صلاه العيد، وفي صلاه العيد حاجة. وفي ناس رايحه مصايف، هنقول لهم يا جماعه نلتزم باجراءاتنا الاحترازيه. نرجع تاني، ايه المانع ان اجراء الاحترازي ده هو اسلوب حياتي بعد كده؟ ان انا بغسل ايدي باستمرار، بتجنب المصافحه، تجنب ان انا ايديا تلمس وشي وعينيا، البس كمامتي لو في مكان رايحه في تجمع. ايه المانع ان يكون ده اسلوب حياتي مش مرتبط بكورونا؟ الكمامه دي على فكره يا جماعه بتحمي من اي فيروس تنفسي، بتحمي حتى من الجديري القرود اللي منتشر عالميا والحمد لله ما فيش ولا حاله منه في مصر. المانع ان انا احمي من اي عدوى تنفسيه ممكن تجي لي، المانع غسيل ايدي ده باستمرار نظافه ليا لاي فيروسات معويه ممكن تجي لي، ارجع تاني اعمل اجراءات الاحترازيه، ارجع اكون متابعت في اماكن اللي فيها ممكن يكون ازدحام، ما اروحش اماكن مغلقه الا لما اكون لابس كمامتي لو مضطر ان انا اروح. غير كده اجراءات الاحترازيه مهمه جدا 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 الفتره اللي جايه، وخصوصا فتره الاعياد، وكذلك اللقاحات مهمه جدا جدا وامنه جدا جدا وفعاله يعني جدا جدا. هنقول رساله اخيره، كورونا موجوده، ما فيش فكره ان كورونا انتهت من العالم او من مصر تحديدا، لا، كورونا ما زالت موجوده. انت بقى سيد قرارك، عاوز تعدي العيد بامان وسلام، يبقى نرجع للاجراءات الاحترازيه. دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح، بنشكر حضرتك يا فندم على هذا. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير يا دكتور، شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لمنى وموجز لاهم واخر الاخبار، اتفضلي يا منى. شكرا هدير. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، كما أكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التوافق على ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم،
مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية. هذا وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاتصال عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات نحو 20% وبلغ معدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يعقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أكد في وقت سابق أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها، ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين افتتاح 6 فروع لشركة جسور وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية. وبلغ عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على منصة تجميع البيانات للمنصة الإلكترونية حتى الآن نحو 1138 شركة، غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد منتجات بلغ نحو 19,000 منتج. ويأتي هذا الافتتاح في إطار الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. أكد قائد قوات أمن المنشآت السعودية عبد الله بن سعد العتيبي اكتمال جاهزية قوات أمن المنشآت المشاركة في موسم حج العام الحالي. وشدد العتيبي على الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة من قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم حفاظا على سلامتهم. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتز بالعاصمة باريس. وأوضح المتحدث باسم المستشار الألماني أن اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية وسبل تأمين استقلالية أوروبا في مجالات الطاقة والدفاع والمواد الخام الاستراتيجية. وأضاف المتحدث الألماني أن هذا النوع من المحادثات يتيح تعزيز العلاقات الألمانية الفرنسية، ولا سيما بعد قمتي حلم في شمال الأطلنطي الناتو ومجموعة السبع. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
صباح على حضراتكم مرة تانية في فقرة من ذهب. ليه فقرة من ذهب؟ لأن ضيفنا اللي هيكون معانا فيها هو ضيف من ذهب قدر اللي هو يحصد 5 ميداليات ذهبية. بنتكلم على 4 ميداليات ذهبية في إفريقيا، وامبارح حقق ميدالية في بطولة البحر المتوسط. بنتكلم عن محمد عبد الموجود اللي قدر اللي هو يحقق ميدالية ذهبية في منافسات الجودو بعد منافسة صعبة جدا، لكنه كان قد التحدي وقدر ان هو يحصل على الميدالية الذهبية. صباح الخير يا محمد. صباح النور استاذ احمد. يعني في الاول الف الف مبروك، ودايما قد التحدي. انت بتنافس على وزن 66 كيلو، ده يعني تاني وزن تقريبا من اوزان الجودو، صح؟ صح بالظبط كده. طيب ايه اللي بيميز الوزن ده بقى؟ لان دايما الفكر السائد لدى المتابعين لبطوله او العاب الجودو بيقول اللي هي بطوله دايما المنافس فيها بيكون صاحب وزن تقيل، وفي الحقيقه هو الفكر ده فكر مغلوط لان فيها عدد من الاوزان المختلفه. ايه اللي بيميز الوزن الخاص بيك الاول 66 كيلو عن الاوزان الاخرى؟ والله بص، عامه هو في لعبه الجودو الموازين الخفيفه طول عمرها جامده، يعني جامده جدا يعني في الالعاب الفرديه. عشان سرعه الحركه فيها. ايه؟ عشان سرعه الحركه فيها. بالظبط كده. سرعه الحركه وامكانيات بتبقى لازم امكانيات كبيره جدا تبقى للعيب علشان يبقى على مستوى عالمي طبعا. فالحمد لله احنا يعني الميزان ده طبعا يعني انا حبيته جدا. شفت لعيبه كبيره جدا في الميزان ده ما شاء الله، يعني قعدت اتابع ناس كتير فيه. قدرت اوصل الحمد لله لمستوى عالمي في الميزان ده، والحمد لله رب العالمين. يعني انا قد يعني حطيت نفسي ان انا اكون من احسن الناس في العالم في الميزان ده. يعني ما شاء الله يا محمد، ويعني كنت قد التحدي ده، الف مبروك الذهب. وعايز اعرف انت المره اللي فاتت في دوره العاب البحر المتوسط اخذت مركز 5، المره دي حققت الذهب. من المره اللي فاتت للمره دي انت غيرت ايه في تمرينك وجهزت نفسك ازاي للبطوله؟ والله المره اللي فاتت طبعا خدت 5. طبعا يعني وطبعا احنا طورنا من نفسنا، طبعا قعدنا نشتغل على نقط الضعف مع الجهاز الفني طبعا. بدانا برضو نطور من نفسنا معسكرات خارجيه. انت بتتمرن فين يا محمد اصلا؟ انا بتمرن في اسكندريه في المؤسسه العسكريه. زي باسنت. بالظبط كده. يعني في الحقيقه احنا شايفين المؤسسه العسكريه عامله مجهود جبار في تاهيل ورفع كفاءه يعني الابطال بقى اللي قدروا اللي هم يعني يقتنصوا ميداليات ذهبيه في بطوله اعتقد من البطولات الصعبه، لان دايما بيكون فيها منافسين اقوياء من اوروبا تحديدا. فشايف ازاي المنافسه في البطوله دي؟ والله المنافسه كانت قويه جدا، بس الحمد لله احنا كنا يعني عندنا عاملين فتره اعداد واستعداد قويه. كنا رايحين طبعا باصرار ان احنا لازم ان شاء الله نكسب ونرجع بالذهب ان شاء الله. ما عندناش خيارات، يعني ما كانش اي اختيار ان احنا ممكن نرجع غير بميداليه ذهبيه الحمد لله. والحمد لله ربنا كرمنا، طبعا توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر، وقدرنا نبقى قد التحدي الحمد لله. طيب محمد، يمكن ناس كتير بتتكلم عن دورة ألعاب البحر المتوسط على وجه التحديد إنها كأنها بطولة عالم مصغرة، هي بس ما بيبقاش فيها اليابان وكده. قول لي بقى كواليس يعني البطولة، وأنت كنت بتستعد إزاي لكل ماتش؟ والله هي البطولة طبعا كانت قوية طبعا. طبعا بطولة زي بطولة عالم مصغرة طبعا زي ما حضرتك قلتي. إحنا طبعا كل ماتش طبعا احنا طبعا عندنا في يعني كجودو كلعبتنا احنا طبعا هتكلم عليها، احنا بنمشي ماتش بماتش. ما ينفعش احنا نفكر مثلا ان احنا هنقابل المنافس ده بعد كده، لا احنا بنمشي طبعا. قبل كده بندرس اللعيبه كلها اللي هتقع معايا في القرعه طبعا بندرسها. في يوم اللعب احنا بنبدا واحد واحد، نخلص ده نبدا نفكر في الثاني هنعمل ايه، هنخش نعمل كذا 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 زي ما اتكلمنا عليه امبارح مثلا، ونقعد ندرس اللعيب ونحط خطه مع طبعا مع المدربين، وبنمشي على الخطه والحمد لله ربنا بيوفق الحمد لله. طيب احنا بنتكلم انه عندنا تاريخ حافر الحقيقه، وخصوصا التاريخ الحديث من لعيبه جودو مميزين جدا. عايز اعرف منك يعني انت كنت فين قدوتك من هؤلاء اللعيبه؟ والله بص يعني طول عمري بحلم طبعا ده طبعا زي اللي طبعا كابتن محمد علي رشوان اكيد كله العالم كله عارفه. هو اسكندراني زيك ها؟ طبعا. فهو ما شاء الله طبعا بطل العالم وبطل اولمبي، فطبعا ده كان قدوتنا في الاول. وطبعا كابتن هشام مصباح
ورمضان درويش واسلام الشهابي. طبعا رحت المنتخب كنت لسه صغير طبعا، والناس دي كانت ابطال عالم، فكانت بالنسبه لي حاجه كبيره ان انا ابقى واحد في يوم من الايام ان كان يعني ابقى واحد زي الناس دي يعني، والحمد لله قدرت اوصل الحمد لله. طيب انا بس بقى عايز اقول للناس انت ابتديت امتى لعب علشان توصل النهارده؟ انت عندك كام سنه؟ انا النهارده عندي 28 سنه. وابتديت امتى الجودو؟ إيه لا ابتديت الجودو مثلا عندي حوالي 10 سنين. محمد عبد الموجود الفائز بذهبيه الجودو في دوره العاب البحر المتوسط، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبنفتخر بيك وبنتباهى بيك وبكل يعني الشباب والبنات اللي حققوا ميداليات ذهب في دوره الالعاب البحر المتوسط، ومش بس اللي حقق ذهب، اللي شارك ورفع اسم مصر وجابوا نتائج الحقيقه مشرفه ومشرقه، بتدي امل في مساله الالعاب الفرديه. الامل والتحدي اللي انا ادخل بطوله زي ما انت، وعجبني التعبير قوي، هي بطوله مصغره لبطوله العالم فعلا، لان كل الدول تقريبا بتشارك فيها باستثناء كام دوله يعني مش من حوض او من دول البحر المتوسط، لكن هي بطوله فيها منافسات قويه جدا. صحيح. تحديدا في الدول الاوروبيه، لان احنا عارفين مدى تاهيل الشباب الرياضيين، لكن النهارده اثبتت المؤسسه العسكريه بقى تحديدا بالميداليات الذهب اللي بتتحقق في العاب ما كناش بنحقق فيها. خليني اقول لك ان ده مش امر غريب على يعني هذه المؤسسه تحديدا، لان هي بتلتزم بالانضباط وبتلتزم بالالتزام وعنصر الوقت، ففكره اللي انت تزرعي ده في الشاب الرياضي اعتقد طبيعي جدا ان هو يكون النتيجه نتيجه من ذهب. طيب نروح لموضوع تاني يا هدير. نروح مع حضراتكم ل يعني امبارح كلنا شفنا انه هيئه قناه السويس اعلنت عن ايرادات اعلى ايرادات في تاريخ القناه، وصلت ل 7 مليارات دولار، وكمان حققت اعلى حموله صافيه سنويه بقدر 1.32 مليار طن. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئه قناه السويس. صباح الخير على حضرتك يا فندم. تحقيق اعلى ايرادات في قناه السويس بهذا الشكل بهذه الارقام، انعكاس ده على حركه الملاحه داخل قناه السويس. طبعا خير استاذ هدير، طبعا خير استاذ احمد، وطبعا خير لكل الساده المشاهدين. اهلا بسيادتك. يمكن كما جاء في مقدمه حضرتك ارقام قياسيه بتحققها قناه السويس. سواء على صعيد الايرادات 7 مليار دولار امريكي بيتم تحقيقهم، مليار و320 مليون طن ايضا حجم البضائع الغير مسبوق اللي بيمر في قناه السويس خلال العام المالي المنقضي، ايضا 22,032 سفينه عبروا القناه في العام المالي المنقضي في 30/6. يمكن الدلاله المهمه لهذه الارقام، وفي رد مباشر على سؤال حضرتك، دلاله هذه الارقام على حركه الملاحه في قناه السويس، مدى ضخامه هذه الارقام اللي بتتحقق في ظل تحديات اقتصاديه يمكن مؤلمه للغايه، بتعصف باقتصادات دول موجه كبيره جدا من التضخم تقريبا اطاحت بالبورصات العالميه، لكن برغم كل هذه التحديات تظل قناه السويس في صداره المنافسه، تظل قناه السويس بتحقق عائدات عملاقه بتوصل ل 7 مليار دولار، ايضا حجم البضائع الغير مسبوق اللي بيؤكد على رياده القناه واحتلالها موقع الرياده برغم هذه التحديات الاقتصاديه. يمكن بيرجع هذا الامر، معلش اقف مع حضرتك هنا، انا عايزه افهم الناس العاديه ده حصل ازاي؟ ازاي قدرنا ان احنا نحقق ده في ظل ازمه اقتصاديه عالميه؟ مع بدايه يمكن الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي القت بظلالها يمكن على حركه التجاره المنقوله بحرا بشكل خاص، كان للسيد الفريق اسامه ربيع رئيس الهيئه توجه مباشر ورؤيه يمكن كانت استراتيجيه شاركناها مع كافه قطاعات العاملين في الهيئه، وهي ضروره التعامل بمرونه مع هذه الازمه. احد الاوجه اللي اشتغلنا عليها في الفتره اللي فاتت كانت الحملات الترويجيه والحزم التخفيضات او السياسات التسويقيه والتسعيريه المرنه اللي قدرنا من خلالها استاذ هدير نجتذب خطوط ملاحيه كانت لا تعبر قناه السويس بالسابق. توجهنا لاسواق جغرافيه بعيده عن قناه السويس، لا تعتبر قناه السويس هي الخيار الاول للعبور، وده مكسب كبير جدا يعني طبعا. يعني ده مكسب يعني هايل، مش بس بنتكلم عن ايرادات، احنا بنتكلم زي ما حضرتك بتقول عن سفن ما كانتش بتعبر قناه السويس. بالظبط، ويمكن ده اللي اثمر عن زياده الايرادات، واثمر ايضا عن مضاعفه احجام البضائع اللي بتمر في القناه لاول مره في تاريخ القناه الممتد على مدار 153 سنه، بنصل الى حاجز المليار 320 مليون طن بضائع. مره اخرى باكد ان هذه الارقام القياسيه بتتحقق في ظل تحديات اقتصاديه بالغه الخطوره يعني بتحيط بالاقتصاد العالمي وحركه التجاره بشكل عام. طيب عاوزين نعرف من حضرتك بقى ازاي فكره عمليه التطوير المستمره في هذا المجرى الملاحي الاهم في العالم بتساعد على تعظيم وارتفاع الايرادات، وهنا هنتكلم برضو على الخط الثاني او الفرع الثاني من قناه السويس، ازاي قدرت قناه السويس الجديده ان هي تعظم من هذه الايرادات؟
بشكر حضرتك استاذ احمد على هذا السؤال، لان هنا هنتكلم لازم عن تعامل الدولة المصرية مع مرفق مهم زي هيئة قناة السويس. يحسب للدولة المصرية، يحسب للجمهورية الجديدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أطلق مشروع القناة الجديدة عام 2014 في وقت كان البعض يظن أنه القناة هي بالفعل قادرة على استقبال السفن. بالعكس، صحيح. وقت إطلاق قناة السويس الجديدة كان للأسف تصنيف قناة السويس كان بدأ ينخفض، قدرة القناة على استيعاب الأجيال الحديثة من السفن كانت بدأت أيضا تتأثر. جاء إطلاق فخامة الرئيس لهذا المشروع العملاق اللي بنعتبره قاطرة المشروعات التنموية عشان يرفع مرة تانية تصنيف القناة ويؤكد ريادة القناة مش بس في المرحلة الراهنة أو في العقد الحالي، ولكن لعقود وعقود قادمة نضمن بإذن الله أن قناة السويس تتبوأ موقع الريادة على صعيد الممرات الملاحية. بفضل القناة الجديدة قدرنا نزود متوسط أعداد السفن اللي بيعبر القناة بصورة يومية. شفنا خلال العام المالي الماضي في بعض الأيام، ويمكن كانت لفترات طويلة، بنشوف 85 و90 سفينة بتعبر قناة السويس في اليوم الواحد، أعداد هائلة جدا أيضا من السفن استوعبناها بعد تعويم. ويمكن الزيادة المستمرة دي هي كانت سبب في أو سبب من أسباب التوسعة الجنوبية اللي بتحصل للقناة. هل ده هيكون ليه علاقة برضو بزيادة أكتر في الإيرادات؟ طبعا توجيهات فخامة الرئيس كانت دايما باستمرار تطوير أعمال المجرى الملاحي، أيضا الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة، ويمكن جت من هنا فكرة مشروع القطاع الجنوبي أو تطوير القطاع الجنوبي اللي بيتم حاليا بطول 40 كيلومتر. وزي ما بنتابع في البيانات الصادرة عن قناة السويس بيتم تطوير هذا القطاع بالكامل بأيدي مصرية، أيضا بكركات هيئة قناة السويس وأسطول الوحدات البحرية المختلفة. تطوير القطاع الجنوبي أستاذ أحمد هيساهم في زيادة معدلات الأمان الملاحي في قناة السويس بصورة غير مسبوقة، هنرفع مستويات الأمان الملاحي بنسبة 28%، وهنا هتبقى صعب جدا نقارن بين قناة السويس وبين أي ممر ملاحي آخر من حيث معدلات الأمان الملاحي. أيضا هنزود القدرة الاستيعابية لقناة السويس، معنى كده أنه مع تطوير القطاع الجنوبي اللي بإذن الله ننتهي منه منتصف العام المقبل، هنبقى قادرين نستوعب أعداد أكبر من السفن، أجيال أحدث كمان من السفن، وأيضا نحافظ على معدلات الأمان الملاحي ونرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة. صحيح، وده بكل تأكيد هينعكس على الإيرادات في قناة السويس، وكمان مسألة المنطقة الاقتصادية وما يحدث من طفرة كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس شيء غاية في الأهمية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. من قناة السويس نروح لملف آخر لا يقل أهمية، وهو خاص بصحة المواطن المصري. زي ما احنا عارفين وزي ما دايما السيد الرئيس بيقول ان صحة المواطن المصري خط أحمر. امبارح وزارة الصحة أعلنت عن إجمالي الزيادات اللي استقبلتها مبادرة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. منذ انطلاق المبادرة في شهر يونيو 2020 ولحد دلوقتي بلغت الزيادات حوالي، بنتكلم في 29,865,000 زيادة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. يا صباح الخير استاذ احمد، صباح الخير استاذ هدير، تحياتي لكما ولمشاهدي حضراتكم الكرام، وكل سنه وانتم ومصر والمصريين بالف خير يا رب. وحضرتك بخير يا دكتور. دكتور، يعني في البدايه تقريبا كده اجراء الكشف على كم مواطن تم ضمن مبادره رئيس الجمهوريه لمتابعه وعلاج الامراض المزمنه والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي؟ خليني اقول حاجه، انه مبادره الاعتلال الكشف عن الاعتلال الكلوي هي مبادرة نشأت من رحم المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، اللي قالت ان احنا عندنا اعداد كبيرة تزيد عن 20 مليون مواطن يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، سواء كان خفيف متوسط او شديد. كل المواطنين دول التي اظهرت مبادرة الكشف المبكر عن الامراض غير السارية تم حالتهم الى الوحدات الصحيه للكشف على الاثار الجانبيه لضغط الدم، اللي واحد منه الباك بريشر او الضغط على الكلى اللي ممكن يسبب اعتلال كلوي. فدولت هم كل الفئه المستهدفه للكشف من خلال مبادره السيد الرئيس للكشف عن الاعتلال الكلوي او تاثر درجه وظائف الكلى. صحيح. طيب دكتور، احنا بنتكلم عن زي ما حضرتك بتقول ده نتاج لمبادرات طبيه سابقه، مساله ان احنا ندخل بقى في مبادره تانية لانه لقينا هنا في حاجه لهذه المبادره. ماذا تقدم المبادره لمرضى الاعتلال الكلوي؟ احنا في
في البداية بنشخص الوضع الوظيفي للكلى، هل هناك تأثر، أي ما هي درجة هذه التأثر، من خلال فحصيه بيتم بشكل مباشر للبول ونسبة البروتينات اللي موجودة في البول. إذا كان في أي درجة، طبعا بيقسم الخلل إلى درجات خفيفة متوسطة وشديدة، بناء على التشخيص بيتم توجيه العلاج المناسب وتوجيه المواطن لحاجتين: الحفاظ على مستويات ضغط الدم مناسبة للمرحلة العمرية اللي هو فيها، وفي نفس الوقت تقديم العلاج للخلل الوظيفي الذي حدث غالبا بسبب عدم ضغط الدم. طيب مستهدف بقى الكشف عن كام من الأشخاص اللي موجودين في المبادرة؟ يعني هل في قوائم بترصد عدد يعني طالبي هذه الخدمة؟ كده كده احنا عندنا الأعداد اللي ارتفاع ضغط الدم اللي ظهرت من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، اللي من ضمنها الكشف عن الأمراض غير السارية، السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة. الأعداد دي هي الأعداد المستهدفة، بالإضافة إلى التوعية العامة لكل المواطنين أنه يستطيعوا أن هم يكشفوا على الكلى بشكل دوري، وده الحقيقة نتمنى أن يكون سلوكا معتادا للمواطن المصري، أنه دايما يبقى عنده مسألة التشيك. يعني احنا بنستهدف الوصول للمواطن، ما فيش قوائم انتظار في الأمر ده تحديدا؟ لا خالص، لأنه احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك كده عندنا متوسط أعداد، لكن المبادرة مفتوحة لكل المواطنين للتقدم للكشف في، وخاصة المرضى اللي عندهم أو المواطنين اللي عندهم اختلال في ضغط الدم. طيب يا دكتور، أنا كنت بسأل حضرتك المبادرة بتقدم إيه للحالات في الاعتلال الكلوي؟ حضرتك قسمت الحالات لمتوسطة وحالات خفيفة ومتوسطة وشديدة، كل واحدة بيتم تقديم العلاج المناسب ليها، سواء إذا كان هيتم العلاج في نفس مكان الكشف أو بيتم الإحالة إلى مراكز الكلى المتخصصة، إما في المستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. والعلاج بالمجان أيا كانت شكل الحالة إيه؟ كل المبادرات الرئاسية تتحمل الدولة تكلفة الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان تماما، لا يتحمل المواطن اي تكلفه من اي نوع في اي مبادره رئاسيه، لان المبادرات الرئاسيه هي جزء من سياسه السيد الرئيس نحو حياه كريمه صحيح للمواطن المصري. وطبعا اول ده هو صحه المواطن المصري. طيب كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن الاجراءات اللي هتقوم بيها الوزاره في العيد باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. يعني مع الاجازات والاعياد تكثف وزاره الصحه والسكان جهودها ونشاطها لتحقيق مجموعة من المحاور المرتبطة بتحقيق الأمان الصحي للمواطنين، بداية من تكثيف أعداد المرور على الأماكن، التجمعات، المطاعم، الأسواق التي تقدم الطعام، الجهات اللي الفنادق، للوصول إلى أعلى معدلات الأمان في التغذية في فترة الأعياد، عشان يبقى في عندنا وقاية، بالإضافة إلى نشر العديد الحقيقة من فرق التواصل المجتمعي في أماكن الازدحام في المولات، للتوعية بحاجتين: أهمية التطعيم، وفي نفس الوقت السلوك الصحي في فترات الأعياد. والطرق يا دكتور وسيارات الإسعاف. ما ده بقى غير الجزء الثاني المتعلق برفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والاستقبال بكل المستشفيات، مع تأكيد على إلغاء الأجازات غير الضرورية وتوفر مخزون الدم، توفر الأدوية والمستلزمات، توفر الكوادر الطبية. يمكن في بيان وزارة الصحة يا دكتور كان في الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف في الأماكن المتكدسة ولانشات 2000 عفوا. يعني احنا بنتكلم على مجموعة من المحاور: الوقاية، التأكد من أماكن الإحالة والمستشفيات، الطرق، وإعادة تمركز أكثر من 2119 سيارة إسعاف بيعاد تمركزها على الطرق بحسب معدلات الكثافة. إحنا لينا دراسات الحقيقة بنعملها، يمكن ده ما بيظهرش للرأي العام، لكن إحنا في كل فترة بعد انتهاء الأجازات بنعمل دراسة مرتبطة بمعدلات الحوادث ونسب الحوادث على الطرق، وبناء عليه بيعاد توزيع سيارات
بس بيبقى في تنسيق يا دكتور مع وزاره الداخليه تحديدا في الايام الخاصه بالاجازات الرسميه علشان خاطر بيبقى هم عندهم برضو علم ودرايه باكثر الاماكن تكدسا؟ هو ده مش تنسيق الحقيقه يعني وكان الدوله كلها بتعمل بشكل واحد لتحقيق امان صحي على الطرق خاصه الطرق السريعه. وحضرتك عارف انه المصريين بيبقى ليهم اتجاهات في الصيف في السفر غير اتجاهات الشتاء في السفر في الاجازات، وبالتالي الطرق الساحليه الشواطئ بيعاد بالتنسيق الكامل او التكامل مع وزاره الداخليه اعاده توزيع سيارات الاسعاف بحيث انه يبقى متوسط التغطيه عندنا في الطرق الساحليه خصوصا او اللي المتجه الى الشواطئ ما يقرب من 5 كيلو هي المسافه اللي ما بين ارتكاز اسعافي وارتكاز اسعافي اخر. نعم. عظيم. طيب. نشكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. طبعا مسألة انه كل الوزارات تعمل على قدم وساق واحنا عندنا المعلومة ده المهم، يعني دكتور حسام بيقول انه خرجنا من المبادرة الرئاسية ل 100 مليون صحة وده شيء مهم جدا الحقيقة ما كانش بيبقى موجود قبل كده، عندنا معلومات كام مريض محتاج يتعالج من الاعتلال الكلوي وابتدينا نعمل لهم مبادرات ونوجههم للاماكن اللي المفروض يتعالجوا فيها. كل حاجه بتحصل في مصر دايما ببني عليها، بتديني مؤشرات لايه اللي بيحصل. لو تفتكر الامراض المزمنه قدرنا ان احنا من خلالها نطلع عندنا كام طفل عنده امراض صحيح. مزمنه عنده تقزم، وقدرنا نعالج ده بعد كده في الوجبات المدرسيه اللي بيتم طرحها دلوقتي حاليا وبتوفر بالمجان للاطفال في المدارس. ففكره في تكامل وتضافر في كل حاجه بتحصل، ما فيش حاجه وليده الصدفه، لان في تخطيط جيد وهو ده اللي بيميزنا دلوقتي. خلونا نقول كده ما بقيناش بالبلدي بنبص تحت رجلينا، لا احنا عندنا نظره مستقبليه دولة بتطمح ان هي مش فكرة اللي هي تتقدم فقط، لكن هي تنافس كبرى الدول المتقدمة في كل المجالات الحقيقة، وده مش امر غريب على الجمهورية صحيح. الجديدة يعني. واحنا كمان هنا بنتكلم تحديدا عن تجهيزات وزارة الصحة لاجازة عيد الاضحى المبارك، بنتكلم على مرور على منشآت غذائية علشان نتأكد من يعني جودة اللحوم اللي موجودة فيها، بنتكلم على تمركزات سيارات الاسعاف وربنا طبعا يعني يحمي الناس كلها، لكن برضو بنتكلم على انه تغيير للتمركزات على حسب المعلومات الجديدة، آخر المعلومات فين الحوادث بتحصل عشان نكون قريبين ونقدر انهم يلحقوا الناس لا قدر الله. التخطيط يا ديرو فكره احنا دلوقتي بنشوف على الطرق كاميرات مراقبه موجوده تقريبا كل كام كيلو في كاميرا دلوقتي موجوده، دي الهدف منها. الناس ظنت في وقت ما ان الهدف ده احنا بنتراقب، لا هو مش مراقبه، هو فكره اللي دلوقتي في غرفه مركزيه بتشوف الاتجاهات رايحه فين في كل الطرق، لان قدام مع تفعيل منظومه النقل الذكي كمان والحديث هتلاقي فكره ان في مسج بيجي لك تقول لك لو انت بقى الساتلايت بقى هو ده المعلومات بعد كده بتبقى واحد ازاي كله مربى ببعضه هيديكي معلومات وداتا لو انت واخد الطريق ده عشان صحيح. انت مرصود فيه دلوقتي في تكدس قدامك على بعد كذا في مسار تاني غير، ففكره انت بتنظمي حياه المواطن علشان تعلي من قيمه الوقت تحديدا يعني اللي كان مهدر عندنا لسنوات وسنوات يعني. طبعا كل سنه وحضراتكم بخير، كل الناس خلاص بتجهز للعيد والاجواء الحقيقه مفرحه والشوارع كلها والناس يعني حاسه كده باجواء العيد، كل سنه وكل المصريين بخير. هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يمكن موضوع كل الناس بتتكلم عنه وهو تربيه الولاد وازاي نطلع اطفال سويه نفسيا قادره انها تتحمل المسؤوليه تكون يعني جزء ايجابي من المجتمع، ما تاثرش بطريقه سلبيه على المجتمع، ما تتاثرش باي حاجه سلبيه بتحصل حواليها، وازاي الاهالي جوه البيوت يقدروا انهم يخلقوا لاولادهم البيئه الصحيه دي. ويمكن احنا واحنا بنتكلم عن التربيه جزء كبير من التربيه بيقع على عاتق الام بما انها يعني اكثر احتكاكا بالاطفال وموجوده طول الوقت، طبعا الاباء كمان ليهم دور كبير في التربيه، واحنا هنتكلم اكثر بالتفصيل يعني الاب يعمل ايه والام تعمل ايه وعشان في الاخر نوصل لمعادله مظبوطه مع اولادنا في مساله انهم يكونوا اسوياء نفسيا، في مساله انهم يعتمدوا على نفسهم. مساله التربيه يعني هي في الاخر رزق ونصيب لكن كمان فيها مجهود كبير قوي بيتعمل جوه البيوت. هنجاوب على كتير من الاسئله اللي اكيد جوانا وجوه حضراتكم وموجوده طول الوقت وبنتكلم عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. معانا في الاستوديو دلوقتي الاستاذه امل غالي الاستشاري التربوي، صباح الخير عليكي. صباحكم جميل، كل سنه وانتم طيبين. يمكن دلوقتي بقينا من اكتر الحاجات اللي بنشوفها وخصوصا على الجروبات بتاعت الستات وكده، ربوا اولادكم يا جماعه احنا مش ناقصين.
طب بيربوا اولادهم يعملوا ايه؟ يعني الامهات ممكن تلاقي كتير منهم بيدلع قوي وخصوصا في السن الصغير، وتقول لك لا اصله لسه مش فاهم، اصله لسه بيعمل حاجه دي ما يعني مش فاهم، لو انا وجهت له توجيه ما. وكتير منهم برضو تلاقيهم شده وعصبيه مع الولاد، هو المفروض ايه اللي يحصل؟ بصي، هو لو احنا بنتكلم عن تربيه الصبيان، وهو تفرق في الولد والبنت طريقه التعامل؟ لا لا، مش في بس انا محتاجه افهم بس طبيعه الولد. لو انا عندي ولد انا محتاجه افهم بس طبيعته عشان ما بقاش ماشيه في حته غير الطبيعه اللي ربنا خلقه عليها. انا بتكلم على نشأ، يعني لسه ما شفتش. طب انا اللي هزرع فيه اللي هو هيطلع عليه؟ لا، في حته، ما دي حته من الحتت اللي محتاجه توضيح اكتر. ربنا خلق البني ادم بصفات موجوده فيه، واحنا بالرب بعد كده. يعني ربنا ادانا، في زمان كان بيقولوا ربنا ادانا طفل زي الورقه البيضاء. هي الجمله دي مش صحيحه تماما، هي ورقه بيضاء في نقائها وجمالها، لكن هو نازل ببعض الصفات والاختلافات بين كل شخص والتاني، زائد ان في جزء في طبيعه الصبيان يختلف عن البنات. ربنا خلق الولد جاهز للحمايه، الدفاع، ان هو يحمي ويدافع. البنت ربنا جهزها للرعايه، ترعى اسره، ترعى يعني تقدم حب اهتمام. حتى تلاقي البنت بلاش نشوف ده دلوقتي سترونج اندبندنت وومن وبتاع، يعني خلاص الموضوع اختلف بقى، ومراه قويه متحرره ولا ده ملهاش علاقه بدي. اي بس فكر المجتمع اتغير في اللي حضرتك بتقولي عليه. لا مش قصدي دي، ملهاش علاقه. قوية ترعى بيتها وترعى اولادها. المراه قويه وترعى بيتها، قويه وتشتغل، هتيجوا عليا انتوا الاثنين، وتحب بيتها، ويبقى عندها استعداد تضحي عشان ولادها، وتبقى في الشغل وبتفكر في ولادها. اتواصل مع اولادي. الراجل جاهز للحمايه، يحمي بيته، يحمي اسرته، يدافع. فالحاجات دي كلها الصبيان متجهزه بيها، ربانيه، حاجه ربانيه. الولد بيحب يتحرك كتير غير البنت. انت حطي كمان هات مثلا انت مخلفه جديد مثلا، شوفي البنت اول ما تشوف ولد او طفل مولود جديد تحب تسال، تراعيه، تطبطب عليه، الولد يلعب قدامه كده وحواليه، لكن ما يفكرش ازاي مثلا ازاي ده بياكل، ازاي ده بيعيش. البنت عندها استعداد تشوف الامومه مزروعه جواها، امومه. الولد احنا محتاجين علشان نربي ولد صح، محتاجين بس نوصل له معلومات صح عن الرجوله. الولد من هو صغير بيوصل له معلومات غلط، يعني يقول لك الرجاله كلها خاينين. فانا لما الطفل صغير 5 6 7 سنين يطلع على جمله الرجاله كلها خاينين، او الراجل ده ملوش يعني ايه قدره ان هو يقول لاي ست لا في اي حاجه، فده بيترسخ جوه الطفل معلومات غلط عن او العكس عنه، او عن انه ما يتقبلش ان حد يقول له لا، يعني انه بنت او ما يتقبلش ان هو يقول له لا. فالمعلومات علشان كده انا نفسي وسائل، مش كل ان هو فاهم اولادنا، ان مش كل بيتقال في وسائل التواصل هو صح. ما ينفعش حد يطلع يعمل فيديو علشان نضحك عليه، يروح مزارع في اولادنا في افكار غلط عن الرجوله، فيكبر الولد وفاهم ان هو لازم هيخون في يوم من الايام، وان كل الرجاله خاينين. دي تعميم غلط تماما. ازاي نكنترول ده؟ ازاي نتحكم إن في اوعي ولادي؟ انا عندي مشكله كبيره جدا. فكره كمان مواقع التواصل الاجتماعي دي خطر، كل ما يبث عليها ليس بالصحيح تماما، وهو فكره هي حرب من الحروب الممنهجه ضد الدول، اللي انا بغذي افكار الشباب بمعلومات خاطئه، ينشا الشخص ده كمان 20 سنه انا ربيته على اساس، فلما ابتدي اتحكم في امور المجتمع بالشكل اللي انا زرعته فيه من وهو صغير، خلاص هو شايف ان ده امر تقليدي بالنسبه له. فازاي انا امنع ده من الاول؟ زن كمان وسائل التواصل، زن على المخ. ان الاب والام لو ما اتعلموش يفتحوا حوارات مهمه، الطفل هيبقى قاعد وبس قدام وسائل التواصل، مش بياخد معلومه تانية. الاهل للاسف مهتمين في تربيه الصبيان بازاي يبقى ناجح رياضيا وتعليميا فقط. الجانب الديني مهمل، الجانب الوعي بان انا افهم، انا اقعد كده مع ابني، بتشوف ايه اكتر فيديو عجبك، ايه مين الناس اللي انت بتاخدهم قدوه، انا لازم اعرف القدوه بتاعت ابني، وخصوصا في سن المراهقه، انت مثلا بتسمع لمين، طب ده بيقول ايه، طب انت ايه رايك في الكلام ده، طب انت عارف ان الكلام ده مثلا ضد الدين، او انت عارف ده ضد المبادئ، لازم ازرع فيه مبادئ وقيم. لو انا علاقتي مش قويه بابني، انا مش عارف ازرع اي حاجه ولا حاجه، ولا هعرف ازرع فيه، ولا اخد، مش هيقبل كلامي اصلا، هيقول لي ماما اتركنا على جنب، بابا اتركنا على جنب. الاب ده دوره رهيب في حياه الولد، هو بيتعلم الرجوله من ابنه. سوري، ابني وابنه بيتعلم الرجوله منه، من ابوه. فانا محتاجه كاب ان انا اخد بالي انا بتصرف ازاي، بعمل ايه. الابني لو وثق فيا هيسمع مني، هيقعد ابني يقول له انت عارف ان الراجل هو مثلا اللي يقدر يحمي الست، مش يضايقها، او الراجل مثلا هو اللي يقدر يتحكم في انفعالاته.
مفيش حاجة اسمها أفضل أهتم بس بالدراسة والرياضة وأهمل أهم شيء اللي إحنا بنعاني منه دلوقتي في القتل والحاجات دي، إن الراجل مش بيعرف يتحكم في انفعالاته، مش بيعرف يقول إمتى إزاي يغضب وإمتى يخرج غضب ويخرجه إزاي. إحنا مش ضد الغضب. عشان هما مثلاً لما هو طفل ما تعيطش أنت راجل مثلاً، دي أول تعبير عن غضب أو عن حزن جواه، ما تعبرش ابعدوا عنه، ده غضبان دلوقتي هاتوا له اللي هو عايزه، كارثه. لان هو الطفل لما بيغضب وهو صغير بيبي 3 4 سنين والام اول ما تشوفه يغضب تروح تقول له خد اللي انت عايزه، انا كده حقق له اللي عاوزه، يبقى معناه ايه كده؟ هيفهم ايه؟ ان انا لما احب احقق اللي انا عايزه. طب هي المفروض أغضب. تعمل ايه بعد يعني نوبه من العياط يعني الانفعالات برضو الغير مبرره، المفروض هنا هي تتعامل ازاي؟ اولا هي مبرره بالنسبه له، انفعالات مبرره هي بالنسبه هي الام، هي اللي بتبقى يعني هي اللي واقفه عاجزه مش عارفه تعمل ايه. هنا الام تعمل ايه الصح بقى؟ لما ابني 3 4 سنين وسنتين ينفعل ويعيط ويكسر، تعمل حاجتين. تتواصل معاه وتقول له انا فاهمه، شايفه شكلك غضبان، انا شايفه ان انت تعبان متضايق غضبان، تحب تيجي في حضني؟ جه في حضنها خير وبركه، ما جاش تخليه، بس تقول له انا جنبك اي وقت تيجي. نوبه الغضب تاخد 20 30 دقيقه بالكتير، يرجع في حضنك. اوعي تديله اللي هو كان بيعيط عليه او يصرخ او يكسر، ده خطر يا جماعه، لان انا لو اديت للطفل اللي كسر حاجه فخدها خلاص، يبقى انا كده هكسر واموت واعمل علشان اخد اللي انا عايزه واثبت قوتي، قوتي بقت في غضبي. فانا لا مش هديله، هقول له بص احنا في لما تتكلم معايا نتفاهم ممكن ناخد اللي انت عايزه، لكن طول ما انت بتكسر مش هينفع، طول ما انت بتغبط راسك. أيوة. بس انا دلوقتي موجود في مجتمع الفكر السائد فيه، لو هنطبق اللي حضرتك بتقوليه ده دلوقتي يبقى هو مغلوط تماما، الفكر السائد للمجتمع. لان تحديدا بنشوف فكره الزن على الاشياء دي، ممكن الطفل 3 سنوات بيزن على الموبايل، فلو الوالد او الوالده منعوه ممكن عياط هستيري لحد اخر اليوم، عندهم قدره على اصطناع ان هم كمان بيعيطوا. ولو انت ما اديتلوش بيبقى الفكره هو شايف كل اللي حواليه في ايديه الموبايل وفي ايديه الجيمز، وشايف اللي هو عادي اللي هو يبقى اونلاين وعادي يبقى فيه انفتاح على العالم الاخر، على يعني الفضاء الخارجي، وشايف ان ده طبيعي جدا، وممكن يقول اشمعنى فلان بيعمل كذا؟ ما هو انا اشمعنى انا هنا دلوقتي اصبحت لو طبقت اللي حضرتك بتقولي عليه ده، اللي انا حاله شاذه وسط 20 30 واحد من الاسره او من المجتمع المحيط بيا، ازاي بقى هزرع فيه ان كل ده غلط وانا اللي صح؟ عايزين نفرق بين حاجتين، او الزن وان انا ابقى مختلفه او لا، يعني مختلفه في طريقه تربيتي او لا. الزن من اكتر الحاجات اللي الاهل من كتر ما هم متضايقين بيروحوا برضو مدين الطفل اللي هو عايزه برضو. صح. الحلها في الثلاث اربع سنين بالذات، والكبار انا لو ما لحقتهاش في الثلاث اربع سنين بتكبر مع الطفل، ما بيبطلش زن، يبقى عنده 20 سنه ويزن و30 سنه ويزن. فانا الحل هنا ايه؟ ان الام تستحمل شويه. هو بيصرخ ويصوت، ممكن يقعد يوم كامل يصرخ، فعلا انا معاكم في الحته دي، بس لو الاب والام عرفوا فضلوا ثابتين على موقفهم، هو مش هيعمل، هو بيدوس على قد ما يقدر عشان عارف ان هو ممكن يجيب اخركم. لكن اول ما الام والاب يبينوا اصرار ان هو لا، مع ده بلا جدوى خلاص كم مره كده، وهينتهي موضوع الزنق خالص. طيب احنا بنتكلم عن الاعتماد على النفس ازاي من هم صغيرين، ولد او بنت، ما بين اني ما كنش يعني ام بعسفهم وبديهم مسؤوليات اكبر من سنهم، وما بين اني ازرع فيهم الاعتماد على النفس. لو تقول لي ساده المشاهدين كده يعني في خطوات. اول حاجه ما فيش حاجه اسمها الولد ما يعملش شغل البيت والاخت تبقى قاعده روحي اعملي لاخوكي كذا، لا اعملي انت مره لاخوكي وهو مره يعمل لك كذا. انا كنت بوقف ولادي الصبح كل واحد يملى مره ازايز الميه لاخوه ورايح المدرسه يساعده، فالاخ يساعد والاخت تساعد، لكن هما الاثنين لا. مفيش حاجه اسمها وضبي اوضه اخوكي، مفيش حاجه اسمها كده. الولد يقوم علشان يحس بالام. الولد اللي مش بيساعد في البيت هو بيطلع شخص اناني. ليه اناني؟ لانه مش بيشوف تعب ومجهود الاخرين، ما بيحسش. الموضوع ابعد من انه يساعد جوه البيت. يعني. ابعد، انا لازم اخليه يحس بالتعب عشان لما ماما تقول له انا تعبان. صحيح. يعرف ان يعني ايه تعب، لان ماما انا تعبان، طب ايه يعني ماما تقومي تعملي لي، ايه المشكله ما انت تعبانه يعني، لانه مش مدرك يعني تعب، لكن يعني ينشر يعمل. استاذ امل لو هنحطه في خطوات سريعه كده يعني في نهايه اللقاء، يعني احنا عشان بس الوقت احنا اسفين، يعني فكره اللي انا لازم اربي ولادي على حاجتين، اول حاجه الاحتواء والاهتمام، وفكره اللي انا اصاحب ولادي، لان انا شايف العلاقه ما بين اي ابن وما بين اي اب دايما بيكون زي الوتر الخاص بالجيتار، هي حاجه حساسه جدا. لو انا قدرت اللي انا اعرف اعزف على الوتر ده بتربيه صحيحه، باللي انا اصاحب الولاد اللي انا اربيهم على القيم والمبادئ والدين،
انا كده هكون نجحت في تربيه سليمه لابنائي، اقدر بعد كده ان انا اتحدى بيه اي تحديات موجوده في المجتمع. الاستاذه امل غالي استشاري التربيه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير. مشاهدينا دلوقتي كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وعبد الصمد ومنى، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، وربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.